مهرجان الزبالة الهدف منه أول حاجة إن احنا نعمل أي كاتش للمجتمع المصري، إن ناخد بالنا إن احنا الموضوع بقى أوفر شوية. الموضوع ولا تقصير حكومي ولا تقصير مننا، احنا كلنا لازم نقتنع إن الزبالة دي حاجة ليها قيمة مالية فنستعملها عشان نساعد بلدنا شوية. طيب تعال ندور على التالت، نفترض إن المجتمع ابتدى يتفاعل، هنقدر نعمل إيه؟ هنقدر نزود فرص العمل للشباب ذوي الإعاقة إن احنا نعمل زبالة ستور. زبالة ستور يعني مكان، المكان ده بيستقبلك، بتحط حاجتك فيه، بيوزنها وبيديكي مكانها مقابل مالي. اهداف المهرجان احنا بنجمع الزبالة عشان ده الاسم المتدرج عليه، بنخلي الناس ان هي تعرف ازاي تفصلها من المنبع، يعني كل اللي جايبين الحاجة حاطين البلاستيك في كيس والورق في كيس والكان في كيس، هم جايبينها من البيت مفصولة. هدف الموضوع ده ان احنا بنجمع الحاجات دي بتتوزن وبتتباع وبتمنها بنعلم ولاد البدو اللي مش متعلمين. قولي لي بقى هترمي الزبالة بعد كده؟ مش كلها، هرمي الحاجات اللي مش محتاجاها واخلي الحاجات اللي احتاجها. هتعملي بيها ايه الحاجات اللي هتحتاجيها؟ هعمل بيها حاجات فنية. الزبالة بتخلينا نستفاد من حاجات كتير، يعني بدل ما نرمي الزبالة ممكن نعمل بيها حاجات أحسن بكتير. لما اتعرض عليا فكرة مهرجان الزبالة فطبعا كانت بالنسبة لنا فكرة ان احنا نقدم فيها للأطفال مجال ترفيهي، بحيث الأطفال برضو تندمج معانا وتعرف ايه أهمية الزبالة في حياتنا، ان احنا بنلمها وبنعيد تدويرها كمان، وده تعليم للأطفال فيما بعد. جايين النهاردة نتعلم ازاي نعمل ريسايكلينج ونستفيد من الزبالة. اتعلم ان انا ما ارميش الزبالة في الشارع وهي تستفيد، لان اقدر اجيب بيها فلوس كتيرة. ممكن اعمل شركات تخلي الزبالة دي تتعاد تاني وتبقى حاجات احسن من اللي كانت الاول. لما مامي بتروح تعمل ريسايكلينج بروح انا اعمل معي. جميل قوي من حضرتك ان انت كنت حريصة ان هو يبقى موجود النهاردة في المهرجان. هو احنا اول مره نشارك في مهرجان ليه علاقه بالريسايكلينج، بس احنا بنعمل ريسايكلينج من زمان قوي مع جمعيات خيريه، وهو عارف، فاول ما قلت له في حاجه ريسايكلينج وهنلعب فهو كان مهتم قوي. مهرجان فكرة كهوف الملح للظهور كطريقة للعلاج والاسترخاء، فلأول مرة يفتتح كهف للعلاج بالملح الصخري بالعاصمة كعلاج تكميلي لأمراض الجهاز التنفسي والمناعة والأمراض الجلدية. فكرة كهف الملح هي فكرة منتشرة في أوروبا يعني منذ القدم القرن 18، وكان طبعا ليها قصة في أثناء الحرب العالمية الأولى. كان في مجموعة من الجنود اللي هم الألمان كانوا في روسيا، فلما نزلوا في مناجم طبيعية من الملح وبعد كده رجعوا ألمانيا، فحسوا إن هم الناس بصحة جيدة، فسألوا إيه السبب، قالوا إحنا كنا في منجم من الملح فده ساعد على إن إحنا نتنفس كويس، فرجعوا. طبعا أغلبية الجنود كانوا راجعين بالرعب وحساسية الصدر، فالمجموعة اللي وقعت في كهف ملح أو في منطقة فيها المناجم الملح رجعوا سلام صحيا، فابتدت الفكرة تنتشر عن طريق الأمريكان، ابتدوا ياخدوا الفكرة ويعملوا كهوف ملح صناعية. كهف الملح ده من أحلى الأماكن، لأن في يوروب دلوقتي اتجاه ومعظم الدول الخليجية كمان ابتدت تتجه للملح والعلاج بالملح. الملح ده أحسن مكان ممكن تبقي مسترخية فيه، ما هو بيقوي المناعة، بيساعد على detoxification process في الليفر أو عملية التخلص من السموم أو البول وعدم تراكمها. العلاج
من خلال كهوف الملح، ودي حاجة تعتبر حديثة شوية في مصر، لكن في الحقيقة العالم كله سبقنا في الموضوع دوت وإحنا مازلنا متأخرين. عشان كده احنا بنفتخر جدا بوجود كهف زي اللي احنا موجودين فيه، لأن دوت بيعتبر دقلة جديدة في مجال السياحة في مصر. وفي بعض الكهوف التانية قليلة جدا زي موجود في شرم الشيخ أو في الغردقة، لكن لأول مرة في العاصمة بنجد هذا الكهف اللي موجود هنا. كهوف الملح باختصار شديد هي عبارة عن مكان كله من الملح، الحوائط وارضيات وأسقف من الملح الصخري أو الملح الحجري. طبعا ربنا سبحانه وتعالى عطى مصر جبال غنية من مواد مختلفة، منها جبال الملح الكريستال دي موجودة من سيوة لغاية حدود ليبيا، وطبعا الكهوف بتستخدم فيها الملح الصخري أو الكريستال. طبعا نظرا لربنا سبحانه وتعالى عطى الملح 84 مادة طبيعية نظرة موجودة في الملح، كالسوديوم اليود البوتاسيوم والمغنيسيوم إلخ. كل هذه المواد طبعا عند الجلوس والاسترخاء في كهف الملح بيتم الاستنشاق هذه المواد المعدنية، فبتعمل استرخاء بتعمل تنفس جيد. قريت عن كهوف الملح، دي بتبقى كهوف المفروض ان الهواء اللي فيها نقي تماما، محمل او مشبع بعناصر زي عنصر الصوديوم. الحاجات ديت قريت برضو ان هي بتكون مفيدة للجهاز التنفسي. إنما ثقافة الاسترخاء عندنا في مصر دي أعتقد إنها تبقى فيها مجال إن هي تتقدم، ثقافة الاسترخاء إن إحنا كلنا نعمل استرخاء من خلال كهوف الملح أو من خلال حاجات تانية. ده بيساعد إن يقلل الضغط النفسي على الإنسان بشكل كبير، خصوصا الضغوط اليومية المتراكمة. ما أعتقدش إن الثقافة ديت لسه وصلت مصر بالشكل الكافي إن هو يخلي المجتمع كله في حالة نقاء أو في هدوء نفسي، فأعتقد أن دي هتبقى حاجة كويسة في الفترة الجاية. هي بتساعد الاسترخاء عموما أو كهوف الملح خصوصا، بتساعد على الاسترخاء. كانت في دراسة بتقول أن يعني لمجرد أن أنا بعمل السيشن الواحدة بتاعت أو الجلسة الواحدة بتاعت كهوف الملح، أن أنا كأني بقعد 3 أيام على البحر، بتديني نفس التأثير بتاعها. فثلاث ايام على البحر دول حاجه اعتقد ان هي تخلي الاعراض الجسديه بتاعه اضطرابات زي الاعراض الجسديه بتاعه الاكتئاب القلق التوتر بتقل بشكل كبير، وده بيساعد ان الانسان يبدا يحسن من وظايفه العلاجيه. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة. المصريون يبحثون عن فرحة، كانوا يبحثون عنها في مباراة الزمالك منذ اللي هي لسه مستمرة حتى الآن في دقائقها الأخيرة في الوقت الضائع. الناس بتتشبث بأي انتصار بأي فرحة، على اعتبار أن الصورة كانت مبهرة من خلال حضور الجماهير بشكل مكثف ربما لأول مرة منذ أن عانينا بسبب الخلل الأمني من عدم حضور الجماهير للملاعب. الصورة مبهرة، كنا نتمنى أنها تكتمل بتتويج الزمالك، كل مصري كان بيشجع نادي الزمالك. لكن الناس طبعا حتى في ظل دقيقة أو دقيقتين كانت بتبحث عن هذه الفرحة أنها يمكن أن تأتي لها. لكن من الواضح أن في مباراة الذهاب والإياب دايما كل فريق لازم يعمل حسابه في مباراة ملعب الخصم بشكل أفضل، بمعنى أن لما تكون عندك مباراة ذهاب وإياب والمباراة انتهت الآن، لما تخسر في الذهاب 3-0 يعني بيخلي المهمة
معقدة وصعبة وشبه مستحيلة على اعتبار ان الفريق المنافس بيلعب وهو عنده الدافع المعنوي اكبر، الضغط النفسي اقل، وبالتالي هنا المصريون كانوا يبحثون عن فرحة، لكن للأسف الشديد مثل اكثر من فرحة انتزعت منهم كان يمكن ان احنا نحققها في مباراة اليوم اللي انتهت الان، لكن لم يحدث. تعالوا نشوف القضايا المختلفة، انوه فقط الى الحلقات اللي هنتناولها الاسبوع ده. الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، الصوت اللي بنعشقه، الصوت الساحر الجميل، هنستعيد معاها اياما مع عمالقة الفن، هتسمعوا حكايات ربما تسمعونها لاول مرة، كمان هتغني ميادة الحناوي اللي بنردد اغانيها دائما، قبيلة الاصوات الجميلة الذين ينتمون إليها، أصوات قليلة جدا نعتز بهم دائما، من بينهم ميادة الحناوي اللي هتكون معانا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في سهرة فنية. وعشان كده هنبدأ الحلقة مع ميادة الحناوي الساعة 10 تماما، وهنكون قبلها معاكم من الساعة 9 يوم الثلاثاء، على اعتبار ان في بعض القضايا السياسية، لكن عشان نفسح المجال ان احنا نستمتع باغاني وحكايات ميادة الحناوي، فهنبدأ معاها الساعة 10 بالضبط يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. وغدا اول تحقيق تلفزيوني عن تجارة الحيوانات المتوحشة والمفترسة، تحقيق بالصوت والصورة، نعقد فيه اتفاقات وصفقات لشراء اسود وحيوانات. هتسمعوا ايضا حكايات متعلقة بهذا البزنس المشبوه اللي يحقق البعض من خلاله ثروات طائلة. بعد قليل أيضا هيبقى معانا القيادي الفتحاوي الفلسطيني محمد دحلان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. دحلان دائما هو عنوان لأكثر من قضية، أزمة، مشكلة، ودائما حتى يحمله البعض اتهامات كثيرة، حتى جماعة الإخوان تلاقوه دايما يقول لك فتش عن دحلان في أي واقعة تحصل على الساحة الفلسطينية. الآن قضية في غاية الأهمية مثارة بشدة بعد أن ساءت العلاقات بين مصر وأبو مازن. هل السبب هو محمد دحلان؟ هيقول لنا هل ده صحيح ولا لا؟ هل تسعى مصر إلى وضع دحلان أو دعم دحلان لكي يكون على قمة السلطة الفلسطينية بديلا لأبو مازن، أو على الأقل يعني تعيده إلى فتح من جديد كقوة لها مكانتها في مواجهة أبو مازن؟ كمان المصالحة على الساحة الفلسطينية، غزة وحماس اللي بتعنينا، وجهات نظر في غاية الأهمية من شخصية دائما يثار حولها علامات استفهام وأسئلة، وتكون عنوانا لأزمات ومشاكل كثيرة. هو الأول من نوعه، يتعلق ببزنس الحيوانات المفترسة في مصر. مصر مركز لتهريب الحيوانات البرية من أفريقيا. يا أستاذ إذا بيطلعوا في الكافيهات بالأسود وفي البلاشات وفي البتاع. أي أسود في مصر من خلال عائلة الحلم. الدنيا كلها مليانة أسود عندهم، ما يجروا يروحوا يشوفوهم بيبيعوهم إزاي بيبيعوهم على دي. ده عنده اسود وده عنده مش عارف نمور، طب جت منين دخلت مصر ازاي؟ الاسد بيتراوح سعره من 70 ل 80 الف. كام السعر النهائي كام؟ والله بكلمك 35
35. طب واللي لسه مولود ده بيتاجروا عادي، مفيش حد بيراقبهم ولا حد بيتكلم ولا حد بيقول ده ممنوع. مصر تحولت لمركز للتجاره غير المشروعه بالظبط للحيوانات البريه بالظبط. هنا مفيش معايير، كانوا بيهربوهم من على طريق ليبيا بطريقه رهيبه. تهريب السود كان عن طريق غزه. النمر الافريقي اللي التهم الطفله في في منتهى الجراه ومنتهى الوحشيه. افريقيا بيخافوا منه عن الاسد. بقى غضبان وبيرمي علينا حاجات اهو. شيل ال ليه كده؟ ليه 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 كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان. انتظرونا مدفينا الحنان، مدفينا الحنان. مفاجأة هذا الأسبوع بعد غياب طويل، الصوت الذي نعشقه. المطربة الكبيرة ميادة الحناوي. حبينا 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 وتحبينا. تتحدث وتغني في سهرة فنية خاصة فقط وحصريا مع وائل الإبراشي في العاشرة مساء. هنستمتع مع ميادة الحناوي يوم الثلاثاء القادم من الساعة العاشرة مساء، وحنكون معاكم قبلها من الساعة التاسعة مساء، على اعتبار انه كمان في مؤتمر مهم جدا للشباب في شرم الشيخ في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنبقى نتابع معاكم بعض التفاصيل فيه، وايضا هنتابع معاكم قضايانا المختلفة، لكن من الساعة العاشرة هنكون معانا ميادة الحناوي عشان نفسح المجال والوقت لنسمع حكايات مهمة جدا عن محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي والموجي والصنباطي، جيل العمالقة اللي تعاملت معاهم. وكمان هتكلمنا عن كل ما يحدث في الساحة الفنية الآن وعن الأوضاع في سوريا، وحتغني كل الأغاني اللي الناس بتحبها واللي ربما كانت جزءا من تشكيل الوعي العاطفي للكثيرين، يعني الأغاني الحقيقية الصادقة في زمن الزيف والخداع وزمن النشاز والأصوات البلاستيك المصنوعة وزمن أيضا الغناء بالجسد. نحتاج إلى هذا الجمال، إلى ميادة الحناوي يوم الثلاثاء إن شاء الله. بعد قليل كما نوانا القيادي الفلسطيني محمد دحلان هيكون معانا، هنتكلم معاه في هل هو سبب الأزمة بين مصر وأبو مازن، هل طموحه السياسي يصل إلى حد إشعال الخلافات داخل فتح وداخل الساحة الفلسطينية، ما الذي يحدث، إيه هي وجهات نظره في الكثير من القضايا. تعالوا نشوف بقى القضايا المختلفة. لما يبقى فيه وقعة متعلقة ببيع مخدرات أمام مدرسة، وهتسمعوا الحوار، صحيح منعونا من التصوير لكن يعني على الأقل هتشوفوا الاتهامات المتبادلة ما بين الأهالي وبين اللي بيتهموهم ببيع المخدرات. أن نصل إلى هذه الحالة أمام المدارس اللي احنا بنبعت أولادنا علشان نشكل وعيهم ونخليهم يتجهوا للمستقبل وينجحوا، فنجد انه المدارس تتحول الى ساحات لبيع المخدرات بهذا الشكل. هذا هو ما سجلناه، وزي ما بقول لكم انه منعونا من استكمال التصوير، لكن ده مواجهة او حوار بين الاهالي ومن يبيعونه.
احنا خايفين على نفسنا وخايفين على عيالنا. عندنا اطفال 6-8 سنين بيشربوا مخدرات، بيسرقوا 4-5 سنين الاطفال اللي ادمنت دي، هيبقى حالها ايه؟ طلاب في عمر الزهور تتراوح أعمارهم ما بين 11 و18 عاماً يقعون ضحية انعدام الضمير من قبل امرأة تدفعهم لتناول مخدر الحشيش والبانجو مقابل جنيه واحد فقط، وبمجرد أن يتمكن المخدر من عقولهم وأجسادهم تمنع عنهم العطاء إلا مقابل أموال طائلة فتدفع بهم إلى السرقة. أردنا أن نكشف النقاب عن هذه الجريمة الأخلاقية والإنسانية حتى ينال منها القانون بأقصى عقوبة ممكنة. بيدير عصابة لأنه طبعاً يعني كان واخد طلقة وبيعتبر عاجز أو مشلول بسبب الطلقة، فهو والدته بيديروا العصابة دي، فإحنا اتفقنا مع أهل الخير ان احنا نوصلهم كل شهر 3,000 جنيه. ردوا علينا 3000 جنيه دول بياكلوا بهم الكلاب. في طلاب في طلبه في الاعدادي تعاطوا البانجو كانوا بيبيعوا لهم تقريبا اللفه بجنيه، بعد كده الطالب لما ياخد اللفه بجنيه، هي اللفه هتتباع بجنيه مش هتتباع بجنيه، بس بعد كده لما يدمن هيسرق وهيبقى طالب فاسد او يبقى انسان فاسد في المجتمع بعد كده، هيخسر البلد على نهائي. اذا كنت اني في شارع اريضري اهوت وخايف. دي ظاهره خطيره وانتشرت بين طلبه الاعدادي، انتشرت بين الصنايعية وأصبحت ظاهرة خطيرة، والناس يعني الناس بتقبل إنها بتظهر لأن بتوصل لها تهديدات. من سن 15 عودوهم على الحشيش وعلى المخدرات. طلبة إعدادي بدأوا فعلا يتعاطوا هذا المخدر وديت مشكلة كبيرة. بيت الوقت عامل كاميرا، فطبعا كاميرا لتصوير الشارع من أوله، عنده حوالي 7-8 كلاب، الكلب ب 20,000 جنيه، جايب لهم واحد يخدمهم، عنده آلي. وللأسف في ناس بقول لك حول التجارة بالوقت وحولها من تجارة بنك وحشيش لتجارة سلاح. يعني واحنا بنصور معاكم حصل ان هم حاولوا يعتدهم وبالموتوسيكلات ويشتموا. فين المسؤولين بقى اللي هم بيفتشوا على الحاجات ديت؟ اللي هم بيفتشوا على الحاجات ديت واجب عليهم ان هم يسيطروا على الناس اللي بتبيع الحاجات ديت ويجيبوها ويصدروها، واي واحد لازم يتعاقب ويبقى قدوه لغيره. احنا سايبينهم. انا لما الاقي غيري، لما الاقي واحد بيبيع بانجو وبيع حشيش وبيكسب الافات ومفيش حد الحكومه سايباه منتشر كده في كل حته، طب انا كمان هجيب وهبيع. حشونا انهضونا يا بنت، والله حرام. طبعا اللي شفتوه وسمعتوه مهزلة لا يمكن السكوت عليها ابدا. صحيح احنا عارفين انه تجارة المخدرات والحشيش بكل اشكالها بتوزع، صحيح بتوزع، لكن لما يبقى امام المدارس وبشكل علني، وصحيح المجتمع بيعاني من هذه الظاهرة المؤسفة لانها بتحصل امام اعين الناس جميعا وفي مناطق مشهورة بكده، لكن هل كنا نتخيل ان نشأوا اطفال وشباب صغير السن وامام مدارس اللي هي انا ببعت اولادنا علشان نحصنهم من كل هذه الموبقات يعني، وعشان نوجههم للمستقبل وعلشان ينجحوا ويصبحوا شبابا يافعين، يعني نقوم نلاقي الناس بتتحطم وبتتدمر امام المدارس بالشكل ده؟ طبعا اللي احنا المشهد ده بنسمع ان في مدارس كثيره بتحصل قدامها هذه الحاله، لكن ده ما سجلناه. الاهالي وصل بيهم الخوف على اولادهم الى حد انهم هو بيتكلموا، في ناس تانية بتخاف تتكلم، لكن كمان لا يمكن ابدا الصمت ازاء ما حدث وما شاهدناه. الموت تحت عجلات الأتوبيس للأسف الشديد ما زال مستمرا حتى الآن. تلاميذ، احنا طبعا نبهنا ده كثيرا، أتوبيس المدرسة هو جزء من الأجندة اليومية والمعيشية
والحياتية لأي بيت. كل بيت فيه تلاميذ، يعني فيه أتوبيس مدرسة، لما هذا الأتوبيس اللي بنقلهم للمدرسة للمستقبل يصبح أداة للقتل ولاغتيال المستقبل، الحوادث ما زالت مستمرة حتى الآن. لقي تلميذ بسن 6 سنوات مصرعه أسفل عجلات أتوبيس المدرسة بإحدى قرى محافظة المنيا. اتهمت الأسرة المدرسة بالإهمال حيث لم يكن بالأتوبيس مشرف لتسليم الأطفال لذويهم. ابننا بنوديه المدرسة الخاصة عشان يتعلم، المفروض بيروح المدرسة الصبح الساعة 7 الصبح، يرجع الساعة 12. بعد ما رجع للمدرسة ما درناش غير ان هو انجاز بالعربية، نزل من العربية السواق ما بيسمحش، واحد عنده 75 سنة وأطرم ما بيسمحش، ما فيش مشرفة موجودة، المفروض هم يسلموه لنا. الواد وهو نازل يمكن وجع عربية دعس تدحس، جماعة بيقولوا له اللي واقفين بيقولوا له حاسب، في ناس شاهد على الكلام ده، حاسب الويت. طبعا سواق أطرم عنده 70 سنة ولا 75 سنة ما بيسمحش ولا سأل في حد، ودس على ابن اخويا موته، حسب الله ونعم الوكيل فيه. شلت الويد ميت على ايديا، مش عارف اعملها. الناس بتقول لي، بقول له اللي عملته فيه للسواق، قال لي ما اعرفش، قلت له اللي عملته غير الويد مات، شلت على ايديا وجريت بيه في توك توك على المستشفى. ما فيش مستشفى في البلد، قرية زي دي صندفة كبيرة، يبقى فيها اكتر من 30 قرية حواليها، يبقى فيها واحدة صحية. اهمال في المدرسة وسيادة ناظر المدرسة وصاحب المدرسة قبل الحادثة ما تحصل جيب لي محامي في قلب نقطة على أساس يبوظ المحضر، وما يقول لي ده عجلة من الخلف. قلت له أنت لو عندك ضمير هتقول الحق، في ناس عيان شهاد شافوا الواقع بالحق. انا امبارح الساعه حوالي 12 من حوالي 12 وربع 12 ونص كنا موجودين قصاد المكان دوت، مكان ما حصلت الحادثه. احنا واقفين كمجموعه والاتوبيس دي وقف كالعاده، بعد ما وقف الاتوبيس مباشره احنا واقفين بدانا ننادم عليه، لان لاحظنا الطفل طلع من قدام الاتوبيس، يعني بدل ما يرفش الورق طلع من قدام الاتوبيس. نزل الطفل، نزل لوحده، يعني احنا كلنا، يعني بشتغل في المدرسه وعارف يعني المفروض ان المشرفه بتنزل الطفل وتسلمه لاهله، هو الطفل نزل لوحده من غير لا مشرفه ولا غيره، الطفل نزل لوحده وتقدم قدام الاتوبيس. احنا بدانا ننادم بصوت عالي لان كان بينا عرض الشارع ده بالظبط بينا وبين الاتوبيس، بدانا ننادم الاتوبيس لو سمحت هدي طب وقف طب كذا بصوت عالي، يعني بدانا ننادم عليه بصوت عالي. عقبال ما انتبه وبص لنا على الشمال كان داس الطفل من ورا بالكامل. يعني السواق يا فندم ما معوش رخصة، سن 65 سنة، سمع تجيل، والدليل على كده ان هو داس عليه من قدام، حاسب مفيش، راجع عليه الورق موت. انا امبارح شفت الاتوبيس نفسه داس عليه من قدام وبعد كده وفضل يقوله حاسب ما قدرش يقف، فهم جرينا عليه هنا دماغه تحت العجل. زي ما قلت لكم يا جماعه، اتوبيس المدرسه جزء من الاجنده اليوميه لكل بيت لكل اسره. الحوادث بهذا الشكل معناه ان احنا نتوقف ونتامل فيها ونشوف ازاي كيف يمكن تطبيق كل المقاييس والضمانات اللي تحمي ولادنا. الطفل يعني دايما بنقول هو الاطفال احباب الله سبحانه وتعالى في عنق المجتمع، لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ما هوش شايف محيطه كويس، بيدي مساحات للأمان والثقة، واقف قدام الأتوبيس معدي. لازم تبقى فيه قواعد متعلقة بالتعامل الأطفال مع أتوبيس المدرسة. هذه القواعد للأسف مش موجودة، إما بسبب المدرسة نفسها لغياب المشرفين أو بسبب السائق أو لأي أسباب، لكن في كل الأحوال هذه المآسي يجب أن تتوقف. ايضا التلميذة اللي هتشوفوها دي طالبة وايضا دهست تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ.
اللي حصلت لقيتها الناس تحت بيندوا عليا يقولوا البت كامل العربيه خبطتها. نزلت خدتها ورحت مسافه ما فيش عندنا هنا مستشفى اصلا, مستشفى اللي عندنا ما فيهاش حد. مسافه ما رحت بقى رشيد هي انا اصلا شايلها ميته, ورحت عديت اكتر من يجي ساعه, ركبنا عربيه وبعد عربيه ركبنا عدينا التعديه ورحت دكتور كشف على قال لي ماتت. اللي حصل انهم طالعين رايحين المدرسه اربع عيال مع بعضهم ونزلوا سابوا الاسفلت ونزلوا على الترابه ديت. الاتوبيس جاي محمل طلبه من دولت والقسطى عنده 14 سنه ومركب البنات حواليه بيحدده وسايب الاتوبيس ماشي لوحده. فنزل على العيال بتوع المدارس كلك ورا بعض كده, الكبير جرى والصغيره دي هسه عشان ما نهضتش تجري. اقرب وحده مرور عندنا يعني اقرب ضابط مرور من هنا دسوق, مدينه دسوق تبعد عن هنا حوالي 60 70 كيلو. ما فيش عسكري مرور بينزل المنطقه دي. معظم السواقين اتفرجي, معظم السواق هنا 14 سنه. اما يكون طالب عنده 14 سنه بيسوق اتوبيس حواليه البنات وقاعد بيفرج وبيضل ما بيبصش على ارواح الناس, بيخش اسم الشرطه بيدفع 50 جنيه كفاله ويطلع. يوم الحادثه هنا لقينا لما هنا في الحته دي جيت لقيت تلات عيال مصابين خالص وعيله صغيره ماشي ما نعرفش البت مين لحد دلوقتي, محتسه دم دماغها دم والدم طالع من ودنها ومن مناخيرها ومش عارفين خالص رؤيتها خالص مش واضحه اساسا. والعربيه اللي ركنت حضرتك هنا ماشي والسواق هرب ماشي في ولاد حلال مسكوه ودوه النقطه, والعربيه جت بعد نص ساعه ماشي خدوا العربيه النقطه وودوها النقطه هناك, بعدها برضو سابوا العربيه وخدوها خلاص والبيت راحت على كده. اتوبيس نزل من تحت هنا ماشي نزل من تحت كله في التراب, كله في التراب موت الطفل والله, شند الشنطه بتاعتها زي ما يكون طالعه من الميه كده بتسقط ميه كده من 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 بتسقط دم كده زي اللي وقع في الميه كده. احنا كنا اربعه وهم التانيين طلعوا يجروا وهي وقعت بطه جابها ما قامتش, دخل علينا احنا الاثنين. الخبر جانا اما العيال كانوا طالعين رايحين المدرسه واخدينها في ايدهم رايحه هي الحضانه بتاعتها, فقابلهم الاتوبيس مش في السكه العموميه, لا ده هم بعد ما نزلوا السكه ونازلين على الحضانه والمدرسه كده, فده قابلهم في وشهم اربع عيال في ايدين بعض, عيال اتنين وعيال خالهم اتنين من ضمنهم شيماء اللي هي اتوفت دي. فجوز العيال التانيين جاروا لقدام ودولت الاتوبيس ملحقوش يجروا من قدام الاتوبيس. شيماء طالعه من تحت العربيه ميته ومنار مغبوطه من صبف رجلها الاتنين. احنا بنهتم بهذه القضايا لان المدارس للحياة للمستقبل, لا يمكن ابدا ان تكون عنوانا للموت. مش ممكن ان في عائلات تبعت ولادها للمدارس ويرجع لها الولد او البنت جثة هامدة, ومش ممكن كمان كل المآسي المتعلقة بعنوان اسمه اتوبيس المدرسة ونتحدث عنها كثيرا ومفيش فايدة, مفيش ضمانات ومفيش أي إشراف من المدارس. الزميلة الإعلامية منى شكر تم وقفها عن العمل في التلفزيون المصري بسبب خطأ وقعت فيه. طيب أنا هنا قبل بس ما أسمع منى هنا وكأن كل البشر لا يخطئون, ده أولا. ثانيا هو صحيح لا يجب انه في حد يقع في اخطاء ويجب ان يكون في مساءله ومحاسبه, لكن تحول فجاه الناس كلها الى وكانهم لا يخطئون. يعني صح هو خطا متعلق, عندنا حساسيه شديده متعلقه بجماعه الاخوان الارهابي والرئيس المعزول محمد مرسي اللي كان هيقود البلد الى الدمار والى دوله الميليشيات لولا ان استعدناها في 30/6, لأنها قالت كلمة السيد الرئيس خلال الخبر اللي بتقوله عن أول حكم نهائي وبات صدر بالأمس على محمد مرسي وهو المتعلق بأحداث قصر الاتحادية 20 عاما,
فقالت كلمة السيد الرئيس. الزميلة منى شكر معانا. أستاذة منى أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. خليني أسمع المشهد الأول علشان بس المشاهد يبقى معايا فيه وحسأل حضرتك. اسمعوا. نهائيا وباتا بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة السيد الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، جاء ذلك لإدانة في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية في شهر ديسمبر لعام 2012. ويعد الحكم الصادر من محكمة النقد هو أول حكم بات يصدر بالإدانة بحق الرئيس المعزول. أستاذة منى، هل تم التحقيق معاكي بسبب كلمة السيد الرئيس قبل محمد مرسي؟ هل تم التحقيق معاكي؟ حصل يا فندم. وفي التحقيق كانت إجاباتك إيه لما سألوكي يعني ليه قلتي تعبير السيد الرئيس؟ والله يعني قلت لكل الناس قالوه عني، الحقيقة الناس اللي ما عرفهمش قبل الناس اللي عرفهم. انه ده ذبلة لسان، وانه واضح جدا انه النية غير مبيتة على الاطلاق، وانه يعني بنتكلم في انه اي انسان زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي انه كلنا بنغلط، شيء طبيعي جدا، ممكن العقل يسبق اللسان والعكس صحيح. وبالمناسبة يا استاذ وائل، انا من المذيعين اللي دايما اضيف كلمة اذا كنا نتحدث يعني عن انه يجب أن نصلح الخطأ أو نضيف أو يعني أيا كان، أنا دايما أقول بيجينا الخبر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سبيل المثال، أنا أقول أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن أنا رؤسائي في الإذاعة المصرية، أنا كنت في الإذاعة المصرية قبل كده، علمونا كيف نبجل ونحترم ونعتبر هذه القامة، قامة إن ده ممثلا عن الشعب المصري، هو بيمثل مصر، مصر نفسها. فأنا بأرفق دايما يعني بقول بقضي هنا عقلك الباطن اشتغل يعني، لأنك دايما بتتكلمي عن السيد الرئيس، فهنا ما أنا ما بقولش رئيس، أنا بقول السيد الرئيس. وعلى فكرة يعني شرايطي موجودة، يعني موجودة متاحة لأي حد يحب يطلع عليها، يعني سنوات طويلة مضروبين في كل عدد الشهور دي، مضروبين في كل الأيام، مضروبين في عدد النشرات، مضروبين في 3 أو 4 أخبار يوميا عن قصر الرئاسة، اقول فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فزي الواحد ما بيسوق ما بيبقاش بيفكر احيانا، فطلعت مني كده، انا اضفت كلمه واحده السيد فقط، وتداركت هذا الخطا لاني طبعا عارف اللي هو الواحد انت قلتي في النهايه الرئيس المعزول. وعلى بس هو خليني شويه انوب يعني على اللي ممكن يسال يا استاذه منى، يعني هنا مش الخبر بيكون مكتوبا بين اصل نشرة الاخبار ما فيش فيها اجتهادات يعني، هو انا نص خبر يعني، ده نص خبر وحضرتك يعني اصبت تماما، لكن هو في نقطه انه احيانا كثيره احنا بنضيف اشياء وقد نصلح اشياء، يعني ممكن يجي لنا اسم مش مظبوط، التايتل برضه بنصلح الهوا كتير، وخصوصا ان زملائنا الاعزاء جدا في صاله التحرير بيجي لهم الاخبار ممكن قبل ما نخرج قبل نطلع الهواء بثواني، فهو بيبقى ممكن ما بتلحقيش تبص فيه قوي يعني، ما بنلحقش لا، وهم كمان بيبقوا معذورين جدا ان هو على تحت ضغط، لان احنا الاخبار المركزيه لجمهوريه مصر العربيه، فاحنا كل حاجه بتصب عندنا في النهايه ولازم تطلع اون ذا سبوت يعني حالا دلوقتي، ما ينفعش اتاخر. طبعا ده مش موضوعنا انا، موضوع الجزء الثاني هو بعض ممكن الجزء الثاني بعض ممكن يقول لا يعني في نشرة الاخبار يجب المذيع ما تسرحش يعني، او ما يبقاش في مجال يعني لعثرات اللسان يعني. صحيح، وانا اخطأت وانا اعترفت وانا قلت ان دي زلة لسان وصلحتها في نفس الخبر. وبالمناسبه يا استاذ وائل، انا كان نفس الخبر انا قايلاه قبل كده في نفس الشيفت بتاعتي اكتر من مره، وما كانش فيه اخطاء. يعني انت قلتي قبل كده يعني نشرة 2 موجود في نشرة 2، لو حد احب يطلع عليها موجود على اليوتيوب. فانا يعني لو انا عايزه ابعث برساله، وده اللي في بعض الناس يعني حاولوا ان هم يدسوه ويكبروا الحكايه، طب ما انا قايلاه قبل كده في نشرة 2 ما فيهوش اي حاجه. لا الحقيقه انا ضد الاغتيال، لانك يعني
بتشتغلي بقالك سنوات وكل الناس يمكن انه يحصل لها يعني اخطاء، الشجاعة وانه الناس تقول اه انا اخطأت وبعتذر ومستعدة للمساءلة، لكن محاولة بقى الاغتيال وامحوها اشطبوها والاستياط في الماء العكر برضو وتسييس القضية وتناولها بزوايا مختلفة، يعني أن أبي ذاتي أن أكون يعني في أي جزء منها على الإطلاق. يعني أنت مش خالية، أنت مش خالية نايمة؟ مش خالية إخوانية نايمة جوه المبنى؟ على فكرة يا أستاذ وائل، لولا أن الأستاذ وائل الإبراش اللي بيكلمني كان ممكن يبقى ردي مختلف تماما. أنا مش مفروض أصلا أجاوب على هذا السؤال. طبعا وعندك حق، مجرد الإجابة بمجرد طرح السؤال بالنسبة لي مش من حضرتك طبعا، لا 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 عشان كده أنا بقولها على سبيل الدعابة، يعني ما بقولهاش حضرتك فعلا بتقولها بقى، لكن الناس بقى اللي ما بتقولهاش على سبيل الدعابة هذا شيء مرفوض مرفوض مرفوض، مجرد التنويه عنه لأنه دي إساءة ليا ولعيلتي. التشكيك يا أستاذ وائل، احنا عذرا يعني اخد بقى حضرتك يعني، بس انا عايز انوه برضو لنقطة بس في الاداء الاعلامي حضرتك ادرى مني بيه، انه الاداء الخبر للمتخصصين بتوع علم الاجتماع وعلم النفس والى اخره يفهموا كويس قوي انه ده مقصود في نية مبيتة ولا لا، في ناس متخصصة بلس ان اخر كلمة انا نهيت بيها انه هذا الحكم بات يصدر بالإدانة بحق الرئيس المعزول، بحق الرئيس المعزول. يعني مش عارفة ايه ممكن اكون اوضح من كده، اعتبار ضمني على الهوى. والحقيقة انا يعني اذا جاز لي ان اتضامن معاك انا متضامن معاك، لانه لا توجد ملائكية، كلنا نقع في اخطاء، كل الناس بتقع على الهوى في اخطاء وفي عثرات لسان، ما عندنا وزراء يعني وقعوا في اخطاء وعثرات لسان. نعم. وعندنا يعني البعض بيقع في أخطاء حتى بشكل أفدح، يعني في أخطاء قاتلة، لكن ربما يا منى الحساسية المتعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية التي عانينا منها، وأيضا الرئيس المعزول محمد مرسي اللي عانينا منه ومن فترة حكمه، فهنا نعم. البعض اعتبر أنه في نشرة أخبار مصرية في التلفزيون المصري ينطق اسم محمد مرسي مسبوقا بكلمة السيد الرئيس، يعني ربما فيها الصدمة، لكن كمان توضيحك خلاص في سوء نية ولا حسن نية. ده بقى الخبراء بتوع العلم النفس وعلم الاجتماع والأمن يعرفوا يفسروا ده كويس، يعني يعرفوا ياخدوا الخبر بأدائي ويعرفوا كويس قوي نشراتي وتغطياتي على الهواء، وخاصة بقصر الرئاسة والسيد الرئيس، وانا اختير دائما، بيتم اختياري دائما ان انا اكون في على الهواء في التغطيات اللي بتستمر ساعه واثنين وثلاثه متواصله في هذه المحكات اللي ممكن يحصل فيها سقطات وثغرات واخطاء، وبطلب بالاسم. فاظن طيب. يعني ان رؤسائي ادرى بكثير ممن هم بخارج القطاع الاخبار يحكموا عليا. طيب هم سؤال اخير عشان قبل ما اطلع فاصل واستقبل ضيفي كمان، البعض كان قال اصله في سابقه قبل كده لما قلتي في 3000 هينزلوا البلد وهيخترقوا وهيحطموا وهيدمروا، انا مش فاكر النص بالظبط يعني، لكن في هذا المضمون، وانه ايضا تم محاسبتك في ده، هل ده صحيح؟ لا ما تمش محاسبتي، لانه كان اللي اتحاسب اللي كتب الخبر واللي جايبه من الجورنان وبالصفحه باليوم بكل حاجه بخبر انا بقراه في الصحافه. يعني الخبر بيجي لك فالاعداد اللي كاتب الخبر هو المسؤول. استاذ وائل استاذن حضرتك في ثواني. اتفضلي. هل مش من يعني حضرتك اعلامي غير مستغرب على الاطلاق ان في هذا اليوم اللي هو بالامس انه يتم تسليط الضوء علي انا وانا ذره في تراب مصر ليس لي قيمه حقيقيه، ويتم يعني وعدم مش عايزه اقول كلمه ثانيه تسليط الضوء على استشهاد العميد عادل رجائي؟ هل انا اكثر اهميه من قطره الدم اللي نزلت منه؟ هل انا الذره اكثر اهميه؟ ده سؤال عايزه اجابه عنه. لمن اثار هذه الضجه؟ هل شاشات الفضائيات تفرد للاخبار للسقطات او غلطات انت شايفه انهم سلطوا الضوء على اي الاهم
عفرة اللسان دي وفي قضايا أهم يعني. بالضبط يا أستاذ وائل، القضايا مفروض الشاشات الفضائيات تبقى يهمها الوطن ومساعدته في رفعته وعلوه شأنه. علوه شأنه أكيد أهم بكتير استشهاد العميد على عادل رجائي من منى شكري، دي نمرة واحد. ده سؤال. سؤال التاني، هل يجب التشكيك في شباب مصر وهذا هو عام الشباب اللي أطلقه الرئيس، تشكيك في وطنيته في انتمائه في ولائه؟ هل يصدر علينا الأحكام عيان بيان على شاشات؟ لا هو وصل الأمر لأن حد الناس هتشكك في ولائك يعني بسبب ما هو أنا لما أتهم في وطنيتي ده معناه إيه يا أستاذ وائل وحضرتك؟ يعني مش عارف أقول إيه. لا 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 ليس مقبولا تخوين أحد بسبب عثرة لسان يعني وليس يعني مقبولا أيضا إصدار الأحكام دون الرجوع للجهات الرقابية، وده بقى أرضه أيضا طبعا تشكيك في الجهات الرقابية. ده حضرتك تعلم جيدا أنه إحنا تحديدا في قطاع الأخبار المصري بيتم، يعني حضرتك تعلم والكل يعلم أن إحنا مجرد تعييننا في هذا القطاع لحيثيات مختلفة في ضوابط وفي شروط وفي مقاييس نعم معقدة جدا يعني. نعم ينظر لنا كأشخاص وينظر لنا كعائلات، والكل يعلم والجهات الرقابية تعلم الإدارية ومنها أو الأمنية من هي منى شكر وملفاتها كويس قوي وملفات عائلتها كويس قوي ووضعوهم. طيب بالنسبة للمصر أنت طبعا واضح أنك مستاءة ومحبطة من وقفك عن العمل، يعني كنت لا أكثر من وقفي على العمل. أنا ليس لي قيمة في مصر، مش مهم. أنا لي الأهم مني أنا كل كده على بعضي. الأهم هي مفروض ان احنا نهتم بان احنا بالقضايا الحقيقيه المصريه، بان احنا فعلا نبقى قلبنا على مصر. هو ده اللي اهم، هو ده اللي يقهر اكتر يا استاذ وائل ان شاء الله. اللي انت حضرتك بتعمله انا ما انساش ابدا، سهرك لحد الساعه مش عارف الساعه 9 الصبح في الجامع في جامع الفتح لما نعم نعم في مين اعلاني ده بقى، هو ده بقى لازم ينظرون النظره دي، ان من يقف مساندا للوطن ومن هو صوته عالي فقط. طيب استاذة منى انا بتوجه لك بالشكر وبدعو الجميع يا جماعه الى عدم اصطياد الاخطاء اغتيال البشر. نعم الاخطاء يحاسب عليها من اخطا، كلنا نخطئ، انما فجاه تحول الناس الى ملائكه. شفتوا المذيعه اللي قالت قبل محمد مرسي السيد الرئيس، يعني في احيانا في مهنتنا اللي فيها الكلام والشغل والضغط والانفعال يمكن ان بعض عثرات اللسان تحصل، عقلك الباطن كده يطلع منه حاجة تنسى تقول حتى الرئيس السابق، تستخدم تعبيرا ليس مناسبا. لكن هنا القضية في النية، التعمد، هي اوضحت اعتذرت لكن ضد الاغتيال النفسي والمعنوي بسبب عثرات اللسان إذا اعتذر أصحابها وأوضحوا ذلك. بعد الفاصل هنستقبل القيادي الفلسطيني عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، واحد من أهم الشخصيات على الساحة السياسية العربية، اسمه يثير جدلا دائما، محمد دحلان. وكل حلقاتنا مع محمد دحلان دائما تثير ليس الجدل فقط لكن الأزمات السياسية، سواء مع الرئيس المعزول محمد مرسي اللي تحدث عن لقاء سابق بالاسم، يعني هنوضح لكم ده بعد الفاصل، أو مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن اللي حاول أن يتدخل لمنع حوار آخر أيضا كان مع محمد دحلان. محمد دحلان عنوان أيضا الآن لأزمة بين مصر وأبو مازن، هل ده صحيح؟ كيف يمكن أن تتحقق المصالحة على الساحة الفلسطينية؟ كل القضايا هنناقشها معاه، قضايا مهمة جدا مع شخصية بالغة الأهمية، محمد دحلان هيكون معانا بعد الفاصل. بعد قليل. القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان يكشف أسراراً مهمة عن الخلافات بين مصر وأبو مازن، وهل هو سبب هذه الخلافات؟ هل يطمح في السلطة الفلسطينية؟
التلفزيوني هو الأول من نوعه يتعلق ببزنس الحيوانات المفترسة في مصر. مصر مركز لتهريب الحيوانات البرية من أفريقيا. يا أستاذ بيطلعوا في الكافيهات بالأسود وعلى وفي البلاجات وفي البتاع. أي أسود في مصر من خلال عائلة الحلو. الدنيا كلها مليانة أسود عندهم، ما يجروا يروحوا يشوفوهم بيبيعوهم إزاي بيبيعوهم على دي. ده عنده أسود وده عنده مش عارف نمور، طب جت منين دخلت مصر إزاي؟ الأسد بيتراوح سعره من 70 ل 80 ألف. كام السعر النهائي كام؟ والله بكلمك 35. ده من 35؟ طب واللي لسه مولود ده؟ بيتاجروا عادي. مفيش حد بيراقبهم ولا حد بيتكلم ولا حد بيقول ده ممنوع. مصر تحولت لمركز للتجارة غير المشروعة بالظبط للحيوانات البرية بالظبط. هنا مفيش معايير، كانوا بيهربوهم من على طريق ليبيا بطريقة رهيبة. تهريب الأسود كان عن طريق غزة. النمر الأفريقي اللي التهم الطفلة في عياط منتهى الجرأة منتهى الوحشية. أفريقيا بيخافوا منه عن الأسد. بقى غضبان وبيرمي علينا حاجات اهو. شيل ال ليه كده؟ ليه 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 ليه؟ كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان انتظرونا دفينا الحنان دفينا الحنان. مفاجأة هذا الأسبوع بعد غياب طويل الصوت الذي نعشقه. أنا مشاهدينا مساء الخير، نحييكم من جديد. كل حلقاتنا مع محمد دحلان أثارت جدلا. في إحدى الحلقات تحدث عنها الرئيس المعزول محمد مرسي في إحدى خطبه. واللي جيب محمد دحلان اللي عمال يضخ سموم في كل حتة علينا ويخليه يتكلم في التلفزيون ضد مصر كلها، ده كلام عيب. في حلقة تالية أيضا حاول الرئيس الفلسطيني أبو مازن أن يتدخل لمنع الحلقة من خلال بعض الجهات السيادية المصرية ومن خلال بعض المؤسسات، ولكنه فشل في ذلك. بعدها استخدم خطابات دبلوماسية من خلال السفارة الفلسطينية للاحتجاج على هذه الحلقة. هقول لكم ايه اللي قاله الدكتور بركات الفرة سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية. الخطاب اللي هنشوفه على الشاشة: لقد ازعجنا كثيرا ما جاء على شاشة قناة دريم الثانية يوم الاحد الموافق 16/3/2014 خلال المقابلة من طرف واحد بين الإعلامي وائل الإبراشي ومحمد دحلان، وهذه المقابلة التي احتوت الكثير من الافتراءات والأكاذيب والسباب والشتائم وابتعدت كل البعد عن المهنية
وعن ميثاق الشرف الإعلامي، واستمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة دون حد أدنى من إدارة للحوار، مما يدل على أن الأمر مقصود ومتعمد يستهدف تشويه رئيس وقيادة الشعب العربي الفلسطيني. واللافت للانتباه أن المقابلة جاءت في الوقت الذي يخوض فيه الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية معاركها من أجل الحصول على حقوق شعبنا الفلسطيني، وفي نفس اليوم الذي تواجد فيه السيد محمود عباس في الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي أوباما، بما يقتضي تضافر جميع الجهود من أجل مساندة السيد الرئيس في صموده في الدفاع عن الثوابت الفلسطينية. وكنا نتوقع دعم قناتكم للموقف الفلسطيني بدلا من هذا الموقف المرفوض شكلا ومضمونا. إننا نسجل احتجاجنا ورفضنا لما جاء في المقابلة من سب وقصف وأكاذيب، وكان من الأفضل أن تنأى قناتكم عن مثل هذه الأعمال التي من شأنها الإساءة للعلاقة بين الشعبين الشقيقين. ده خطاب الدكتور بركات الفرة سفير دولة فلسطين. في كل الأحوال اسم محمد دحلان يثير دائما الجدل، هل هو عنوان للأزمة أم عنوان للحل؟ أيضا من القضايا اللي أثيرت على الساحة خلال الأيام القليلة الماضية الأزمة بين مصر وأبو مازن، عناوين من نوع أن محمد دحلان هو سبب هذه الأزمة، وأن مصر تسعى لترجيح كفة محمد دحلان، أبو مازن هاجم الموقف المصري واتهم مصر بالتدخل في الشأن الفلسطيني. أيضا يهمنا نسمع رؤية محمد دحلان عن كل القضايا المثارة على الساحة. معانا الأستاذ محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا وسهلا. دايما جدل وأزمات ومشاكل وهجوم من قبل بعض المسؤولين على حلقاتك معنا، بيستوقفك ده في حاجة؟ بيستوقفني أنه بالتأكيد أنت ثابت الوحيد فيها، وبالتالي أنت سبب كمقدم برنامج شهير أنت أيضا ثابت فيها. ولكن أولا الحالة الفلسطينية الآن لا تستدعي أن ندخل في جدل جديد، ونأمل أن لا ندخل في جدل جديد، وأن نكون على قدر مسؤولية وعلى قدر طموح الشعب الفلسطيني فينا. طيب ده يخلينا أدخل معك بشكل بقى مباشر، يعني في أزمة بين مصر وأبو مازن، البعض بيقول انه ايضا نفس التعبير فتش عن دحلان هو سبب هذه الازمة، انه مصر تسعى دائما الى اعادة محمد دحلان الى فتح، وربما الى وضع دحلان في يوم ما على قمة السلطة الفلسطينية، ابو مازن لا يريد ذلك، وبالتالي هو قال بوضوح بعض الدول بتتدخل في شؤوننا، وقال حتى يعني التعبير انه على كل من له خيوط من هنا وهناك الافضل له ان يقطعها، واذا لم يقطعها نحن سنقطعها، فلا احد يملي علينا موقفا، في اتهام واضح يعني حتى ساءت العلاقات بين مصر وابو مازن بسبب ذلك. هل ده سبب الازمة انه مصر تسعى لاعادتك الى فتح، وربما ايضا لوضعك في مكان ما في مواجهة ابو مازن، هل ده سبب الازمة؟ هذا تسخيف وتقزيم لطبيعة الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني، وعدم تقدير وسوء توصيف للحالة الفلسطينية. دعني يعني أركز على ما تحدثت به نقطة تلو الأخرى. أولا مصر ليس لديها هدفا في وضع فلان في مكان ما في السلطة الفلسطينية أو في فتح، لأنها لا تملك هذا الدور ولا تسعى إليه ولم تمارسه يوما. ثانيا أنا لا أسعى ولا أريد ولا أطلب ولا أعمل من أجل أن يضعني أحدا في مكان في هذه السلطة أو حتى في موقع سواء قيادي أو موقع تنفيذي أو أي موقع في السلطة. يعني لا مصر تسعى ولا أنت تسعى. لو سمحت أخي وائل أرجو أن تسمح لي، يعني بلاش الرئيس مرسي في ذلك الوقت يهاجمني وأنت تقاطعني. لا أسعى ولا أريد
لأن الحالة الفلسطينية تستدعي منا أن نكون على قدر المسؤولية والكفاءة أن نوحي جهودنا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبالتالي من يعتقد واهما في هذه السنوات الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة على الأقل أن ما تبقى من السلطة وما تبقى من منظمة التحرير يستدعي أن نتقاتل من أجل أن يكون لنا مكانة فيها يكون مخطئا، لأنه زي ما بقولوا بالمصطلح العامي هذه الكعكة عاوزة تتقسم على مين؟ لا يوجد كعكة أصلا، يوجد يعني مخزون من معاناة الشعب الفلسطيني. واجب الجميع أن يأتي ليحمل هذا العبء عن كاهل الشعب الفلسطيني ويقدم حلولا. وبالتالي أنا أؤكد من هذه القناة وفي هذه المقابلة قولا قاطعا أنني لا أسعى لموقع ولا أسعى للتنصيب ولا أسمح لنفسي ولا للآخرين أن ينصبونني. وكما قلت لك في البداية أن مصر لا يليق بها ولم تسعى أن تقوم بهذا الدور. ولكن في نفس الوقت الوضع العربي بشكل عام هو وضع مدمر وحطام أو بقايا دول أصبحت. إذا نظرنا إلى خارطة العالم العربي أصبح الأمن القومي العربي في خطر، والأمن الوطني الفلسطيني ليس مقدما عليه الخطر بل هو في يعني بؤرة العاصفة. انقسام فلسطيني فلسطيني، خلافات فتحوية داخلية، وأيضا التنظيمات الفلسطينية لم تعد كما كانت بهذه القوة والعنفوان. إذا نظرت إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر والمحطم على كل المستويات، هذا يستدعي منا ألا ندخل وأن نعتقد، أو إذا اعتقد البعض أن لديه القدرة والطاقة والإمكانية أن يأتي ليتصارع على بقايا ركام فهو واهما. أنا لست طرفا فيها ولن أكون إن شاء الله، هذا قولا واحدا، وهذا ما قررته منذ فترة طويلة وأنا أكرره، لكن هذا لا يمنعني من أداء دوري في المجلس التشريعي ولا يمنعني من أداء دوري في حركة فتح، لأن هذا المكان هذه المكانة التي وصلت فيها في حركة فتح لم يمنحني إياها إلا جمهور وكوادر حركة فتح حين انتخبوني في المجلس في اللجنة المركزية، ومنحني إياها أبناؤنا في محافظة خان يونس مشكورين في أن انتخبوني في انتخابا في المجلس التشريعي. وبالتالي أنا لا أقاتل من أجل موقع، أنا أقاتل من أجل تاريخي في هذه الحركة التي دخلتها بإرادتي، ولا يملك أحدا مهما على شأنه أن يخرجني منها. وبالتالي حين وجدت الأمة العربية أن الوضع الفلسطيني يحتاج إلى إسناد طرحت هذه الأفكار من قبل اللي هي إيه الأفكار التي فوضت من قبل الدول العربية أو ما يسمى الرباعية العربية في أن تطرح هذه الأمور على الأخ أبو مازن، وطرحوها بشكل سري وثم ذلك بشكل اللي هي إيه هذه الأفكار. الأفكار قائمة على إعادة توحيد حركة فتح، ثم يتلو ذلك إعادة توحيد الصف الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية، أي بين حماس وفتح، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الاستعداد لمرحلة انتقالية لإجراء انتخابات ديمقراطية بعد سنة سنتين لم تحدد. ويتخلل ذلك إعادة إعمار قطاع غزة الذي يعاني الأمرين. أخي وائل، إذا أنا عشت في غزة ولازلت أنتمي إلى هذا المكان الذي ترعرعت فيه ويعني امتزجت كل مشاعري ابتداء من مخيمات الفقراء حتى انتهيت إلى مكانة التي أنا فيها الآن، غزة ركام، غزة التي تركتها قبل 10 سنوات لم تعد كما هي الآن، إحباط ودمار ودمار نفسي ومعنوي، نظام صحي محطم، ما يقارب 60% إلى 70% من البطالة، 150 ألف خريج جامعي لا يجد لهم أملا في أن يحصلوا على وظيفة. يعني العائلة الفلسطينية تمايزت وتميزت في أنها تستثمر كل قدراتها وإمكانياتها في أن تعلم ابنا أو ابنة من أجل أن يحملوا أعباء أبن أخوانهم أو أقرباهم الآخرين. الآن يتخرج الطالب ويبقى في صفوف العاطلين، ينظر إلى حاله الذي لا يستطيع فيه أن يكافئ والديه اللذان بذل جهدا مضنيا من أجل أن يوصله إلى هذا المكان، ثم بعد ذلك يصف طابور من العاطلين عن عمل، خريجين إنهم 10 سنوات. كل الجيل الذي ولد ما بعد الانقلاب في قطاع غزة أي منذ 10 سنوات الآن حالمين بحياة، حالمين بمستقبل، ولا يجدوا من
يجيب على أسئلتهم. أنا وافقت على كل ما اقترح من إخواني العرب وتحديدا من خلال الإخوة في مصر، إنه هل تقبل مصالحة في فتح مع الأخ أبو مازن؟ قلت نعم وليس لي شروط، وأنا بدون أي شروط وحدة فتح أهم من كل اعتبار، وفتح باقية ونحن يعني ذاهبون إلى آخره. ثم بدلا من أن يكون هذه نقطة بداية في توحيد صفوف فتح حتى تعود فتح إلى كيانها وعنفوانها وكرامتها التي فقدت، وأن تعود إلى مراحل التي كانت فيها تحرز انتصارات بسهولة، الآن انظر إلى شباب فتح، انكسرت فيهم المعنوية خلال العشر سنوات الماضية، ثم تحولوا إلى يعني مجموعة لا دور لهم ولا واجب. أحيانا يصحى كادر فتح يجد نفسه مفصولا من الحركة، وبالتالي إعادة الاعتبار لهذه الحركة التي تمثل عمود الوطنية الفلسطينية عبر الأربعين سنة الماضية كانت واجب كل وطني فتحاوي ووطني فلسطيني. وأنت تستغرب معظم الفصائل كانت تتصل في يعني تشجعني على المصالح، واستجبت إلى كادر فتح واستجبت إلى كادر التنظيمات الفلسطينية لحرصهم على أن يعطوا أملا للأجيال القادمة، ولكن وجهت هذه بطريقة لا أعرف من الذي استشار أو أشار على أبو مازن بأن يرد بهذه الطريقة. وبالتالي يعني بدعة أن هناك رباعية عربية تريد أن تنصب فلانا أو علانا، في نهاية الأمر الشعب الفلسطيني استنى له الشهيد ياسر عرفات سنة أنه رشح نفسه للانتخابات، وبالتالي لا يجرؤ أحد أن يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني إلا بعد أن يمر عبر صندوق الانتخابات الذي يقرر فيه ابن رفح وابن جنين وابن خليل وابن رمالة وابن نابلس وكل المدن الفلسطينية. وبالتالي بدعة أن ينصب شخصا هذه بدعة لمحاولة يعني كسب مزيد من الوقت لإضاعته على الشعب الفلسطيني. ثانيا يعني إيش بدهم يدخلوني يعني باراشوت مثلا على الشعب الفلسطيني لأكون قائدا؟ وأنا قلت لك منذ البداية لا أرغب بذلك، لكن هذا لا يعني أن أتوقف عن عملي الوطني والحركي والفتحاوي، هذا حق سأستمر به إلى ما لا نهاية، وسأؤدي هذا خلال هذه الفترة واجباتي الوطنية تجاه أبنائنا في القدس وفي قطاع غزة والضفة الغربية. وما منحته لنا الفرص في خلال السنوات الماضية يعد بالملايين باتجاه دعم أبنائنا في القدس المحتلة، لأنه لا يوجد من ينظر لهم بعين جدية لأبناء القدس الذين الآن تركوا لمصيرهم أمام الاحتلال في حصار وعزل وتدمير بنية تحتية وتدمير التعليم ونشر المخدرات، وقطاع التجارة دمر، قطاع الصناعة دمر، فصلت عن الضفة الغربية، وبالتالي هناك أزمة كبرى، لم يتبقى من القدس شيء بعد فيصل الحسيني رحمه الله. وأيضا إذا تحدثت عن المعاناة في قطاع غزة يعني تكون بنفس الدرجة والخطورة وقسوة ليس لها مثيل في التاريخ. أنت تصور أخي وائل 2 مليون إنسان منهم من ولد في زمن أوسلو ولم يسافر من قطاع غزة ولا مرة في حياته، تخيل أن الإنسان الفلسطيني يجلس بجوار والديه لا يستطيع ولا يملك الإمكانيات أن يتعلم في الخارج أو حتى في الداخل، نسبة الذين يبحثوا عن أفق وأمل بدلا أن يجدوه من قيادة الشعب الفلسطيني أصبحوا يذهبوا عبر البحر نحو المجهول ليغرقوا في البحار هروبا من جحيم قطاع غزة. هذه مسؤولية كل الفصائل، ومسؤولية أولا الأخ أبو مازن، ومسؤوليتي أنا التي ارتضيتها لنفسي بإرادتي دون موقع ودون تكليف. طيب إيه يعني هنا يعني ده الجانب المتعلق بك، بس عشان بس في جانب المعلومات اللي بنقدمها للناس، القاهرة اتصلت بك وانت قلت انه وافق على المصالحة بدون شروط، حينما اتصلت بأبو مازن ما الذي حدث؟ ماذا كان رده يعني عليها؟ يعني انا فهمت انه وافق من الإخوة في مصر، ثم بعد ذلك في اليوم الذي يليه خرج بعض الخاسرون او المرتعدون او المرتبكون او الخائفون على مستقبل من وجهة نظري مجهول، من وجهة نظرهم انهم امتيازات، وخربوها. لا أدري إذا خرب هذه الفكرة أبو مازن أم من حوله، ولكن في نهاية الأمر كان الرد لا يليق بحجم ومستوى مصر أو من تدخل.
في الحالة الفلسطينية. ثم دعني أضيف يعني أيضا أسطورة أخرى هي مسألة أنه يعني اللي ما بتدخل أو لا نسمح للدول العربية بالتدخل في شؤوننا، وإذا بتدخلوا في شؤوننا سنقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني لا يجوز. يعني أنا استمعت إلى بعض التصريحات يعني صدقا لو كان الرئيس ياسر عرفات عايش بيننا يعني لبكى على حاله وحالنا. لا يجوز التعامل وهذا ليس تقليلا من حقنا في الاستقلال الوطني ومن حقنا في استقلالية القرار الفلسطيني، ولكن بلا شعارات. احنا الجامعة العربية اخي وائل هي التي جددت للاخ ابو مازن ان يبقى رئيسا حتى الان، مش الشعب. الشعب الفلسطيني تعاقده مع التشريع الذي انا عضو فيه ومع الاخ ابو مازن ومع حماس ومع غيره 4 سنوات انقضت وانتهت. الذي جدد للأخ أبو مازن هي الجامعة العربية، وبالتالي أصوات الدول العربية يعني هي يعني المسألة هي اهتمام وطني من الأمة العربية يبادله حاجة فلسطينية لهذه الأمة أن تكون معنا ونحن لا نستغني عنها. في نفس الوقت لا نسمح لأحد بالتدخل، لكن أن تسمي من يتدخل للمصالحة بين فتح ولم شملها وجمع كادرها الذي يعد بالآلاف، تنظيم فتح الوحيد، التنظيم الديمقراطي الوطني الوحيد المتبقي في العالم العربي، هل تعرف ذلك؟ ثانيا فيه على الأقل 200 ألف. التنظيم الوحيد المتبقي في العالم العربي، التنظيم الوحيد الذي يطرح فكرة وطنية قائمة على فكرة الاستقلال الوطني، ويحق لكل الأفكار أن تمارسها في هذا التنظيم، ويحق لك أن تطرح رأيك. الذي جمعنا في فتح هي كوفية ياسر عرفات رحمه الله والكفاح من أجل الاستقلال الوطني، ولذلك كان فيها أصحاب الرأي والمثقفون والعلمانيون والمتدينون والوطنيون وكل أنواع الأشكال والاجتهادات الفلسطينية. لكن الآن يحاول البعض أن يقلصها ويقزمها ويبقيها كأنها حزبا يعني اشتراكيا قديما من الأحزاب المتهالكة، لكن أنا متأكد أن فتح ستنهض من جديد ويكون لها شأنا عظيما كما عهدها أبناؤها الذين انتموا إليها، لأنها كانت تمثل العنفوان وكانت تمثل الكرامة وكانت تمثل كيانا وأملا لكل الشباب في المستقبل بالحرية والاستقلال وحياة أفضل. طيب قبل ما أكمل ده، بس دي مش المرة الأولى اللي يتحدث فيها الرئيس الفلسطيني أبو مازن عن دعم مصر لمحمد دحلان. يعني حتى هو في خطاب سابق كان تساءل وقلنا انه باي صفه يقابله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيل لنا انه يقابله على اعتبار انه مبعوث من دوله الامارات. يعني لا، هو يحسبك على مصر وانه مصر تدعم محمد دحلان وانه الرئيس السيسي يقابل محمد دحلان، ويعتبر انه لا، مصر ربما تملي عليه تضغط عليه من أجل إعادة دحلان ومن أجل تنصيب دحلان يوما ما على قمة السلطة الفلسطينية أو قمة فتح. مسألة التنصيب عالجناها وأنا أكررها مرة أخرى، لا أحد ينصب أحدا. خليني في بأي صفة يقابلك رئيس عبد الفتاح السيسي، سؤال هو بيسأله. أولا أنا لا أمثل دورة الإمارات في مجيئي إلى هذا البلد، وأنا آتي إلى هذا البلد قبل أن أسكن في دولة الإمارات، مع احترامي لدولة الإمارات التي أكرمتني ومنحتني كل الكرامة والاحترام دون أن يطلب مني شيئا ودون أن يملى علي شيئا، فأنا أشعر بحريتي كأنني في فلسطين، ولكن فلسطين الحرة، لأنه أنا أملك حريتي الآن في مصر، للأسف الشديد في مصر وفي دولة الإمارات أكثر مما يملكها شباب الأمعري الذين تم اقتحام وتجيش الجيوش لهم بالأمس، لأنهم اجتمعوا أن يناقشوا أوضاعهم الداخلية، عدد كبير من أعضاء المجلس الثوري المنتخب وعدد آخر من ضمنهم من أعضاء المجلس التشريعي يعني البرلمان المنتخب، أن تجيش لهم الجيوش من أجل فض اجتماع لمناقشة أوضاع الحركة، وزج الشرطة الفلسطينية التي واجبها أن تحمي الشعب في أمور حزبية وحركية وفتحوية. يعني الشرطة الفلسطينية الآن شو دخلها في أن تفض اجتماعا في مخيم الأمعري أو مخيم بلاطة أو مخيم جنين أو مخيم رفح وهو تجمع حزبي؟ الشرطة الفلسطينية مسؤولياتها للسلطة، للشعب، للحكومة. لكن زجها ومحاولة استبدال فتح بأجهزة أمنية هذا سيضر
من يمارس هذا الأمر، ولن يجني إلا خرابا ودمارا ومزيدا من إعمال النفوس بأحقاد لا ضرورة لها، لا الآن ولا في المستقبل. الأمر الثاني هي موضوع أنه بأي صفة أقابل. سؤال دايما نسأله أبو مازن، بأي صفة يقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد دحلان؟ أي صفة يحملها دحلان هنا؟ تاريخيا معظم أعضاء منظمة التحرير سواء كانوا في منصب أو في غير منصب، يعني بأي صفة كان أبو مازن يقابل الرئيس الأمريكي أثناء وجود أبو عمار رئيسا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية حين كان محاصرا. ثانيا كل قيادات فتح كانت تقابل مسؤولين عرب على الدوام دون أن تعتبر ذلك اختراقا تاريخيا. ثالثا والأهم، إذا دخلت في هذه النقطة، لا أحد الآن في قيادة السلطة أو المنظمة أو المجلس التشريعي يملك شرعية قانونية، لأنه انتهت مدتنا جميعا، مددنا انتهت. يوجد شرعية أخلاقية فقط، أما شرعية قانونية لا يوجد، لأننا لا يجب أن نهدم المعبد أو نهدم ما هو موجود لأننا لا نمتلك شرعيات. لا أحد يستطيع أن يدعي، هذا ادعاءات كاذبة، أنه هذا افتراء أو اعتداء على الشرعية. الشرعيات القانونية انقضت مدتها في تعاقدنا مع الشعب الفلسطيني الذي مدتها حسب القانون 4 سنوات نقطة. وبالتالي ما حدش يهد على حد بالفلاحي بمسألة الشرعيات. ثانيا انه طيب احنا ثقافة حماس كرهناها لانها كانت قائمة على التخوين والتكفير. طب انت اخي ابو مازن يعني تنقل هذه، يعني هذه الاشي المنيح اللي اخذته من حماس، انه اللي بيعجبوه اللي ما بيعجبك انه ما بتخونه او وانه انقلاب على الشرعية، لا يجوز، لا تدار الامور بهذه الطريقة. الاهم من هذا وذاك ان مصر قالت له ان اي تحسين في وضع فتح سيكون برئاستك، ان اي تحسين في السلطة الفلسطينية سيكون برئاستك، وان اي مستقبل في الوضع الفلسطيني وفي وضع منظمة التحرير هو برئاستك. يعني لا يوجد انقلاب عليك. انقلاب ايش؟ احنا باقيين في دولة عظمى، الصين، احنا انقلاب، انقلاب مين؟ رام الله تحت الاحتلال يا اخي. يعني انا يعني احيانا اصاب بالحزن الشديد لبعض المصطلحات الكبيرة اللي زي ما كنا في بداية شبابنا حين نقرأ الثقافة الماركسية، عن اي استقلال وعن اي الضفة الغربية تحت الاحتلال، وفي ضابط اسمه بولي او جنرال هو الذي يحكم كل الضفة الغربية للأسف الشديد، وقطاع غزة محكوم بحماس يحكم الناس، ثم تأتي إسرائيل تحكم حماس وتحكم الناس. إسرائيل تحكم حماس وتحكم الناس في غزة، يعني ونسمي ذلك استقلالا، وممنوع يعتدوا على حدود أي حدود. أنا أعتقد جازما أن 10 سنوات الماضية كانت أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني. 10 سنوات الماضية؟ نعم. لذلك وجب ألا نقاضي نفسنا على الماضي، لأن الشعب الفلسطيني والجيل الشاب الذي ولد في السنوات الأخيرة، واللي تقريبا احنا 50,000 إنسان في غزة لحالها كل سنة، احنا بنحكيش عن مصر اللي 2 مليون سنوي، احنا بنحكي عن 50,000 في مساحة عدد سكان قطاع غزة، إذا ما قارنته بالمساحة أكبر كثافة سكانية في الكون، يعني سيتي ستار مساحتها قد قطاع غزة، بيزيدوا كل سنة 50,000. وبالتالي أنت تتحدث، لا يجب أن نتحدث عن الماضي بقدر ما هو للعظة، وأن ننطلق نحو المستقبل لنجيب على أسئلة الشباب القادمين في 10 سنوات القادمة. يعني أنت تتحدث عن كارثة بيئية في قطاع غزة، وتتحدث كما تحدثت الأمم المتحدة عن كارثة مائية خلال سنة لن يكون هناك مياه صالحة للشرب، وتتحدث عن أكبر كثافة سكانية، وتتحدث عن آلاف البنايات التي هدمت في 3 حروب، وتتحدث عن حصار 2 مليون إنسان أصيبوا بحالة، لو أنا مكانهم لا أريد أن أوصفهم، لو أنا مكانهم لأصبت بالجنون بعد حصار 10 سنوات. وبالمناسبة الحصار الذي سبقه حتى حين كنا في السلطة أيضا كان عميقا من الاحتلال وطويلا، ولكن نسبة الحصار كانت نسبية. ولذلك أنا يعني كل هذه الأمور تحتاج إلى إجابات. أنا شخصيا لدي بعض الإجابات، أنا شخصيا لا أستطيع أن أقدم حلولا، ولكن أجتهد في تقديم الحلول التي أتمكن أنا وزملائي من توفيرها لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس. ولكن غزة والقدس والضفة التي هودت، الضفة تهود
لا يوجد فيها توسيع استيطاني، هذه كذبة كبرى. بعد أن هودت القدس تهود الضفة الغربية، وبالتالي لديك كارثة في الضفة وكارثة في القدس وكارثة في غزة. آن الأوان أن تجتمع العقول من أجل أن تحمل هذا العبء وهذا الميراث الذي تسبب فيه أطراف غزة وأبو مازن في 10 سنوات. لا، لكن من واضح أن الشخصنة والصدمات الشخصية طغت، يعني تحدثني عن أن احنا بنعيش مصايب وكارثة، وتعالوا ننقذ ما تبقى من القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولكن أنا شايف في صدام أو صدمات شخصية في دحلان عباس. أخي وائل، أرجو ألا يستمر هذا. من جهتي منذ سنتين وأنا أقول أنني مسامح في كل حقوق الشخصية، وتعالوا على كلمة سواء، نأتي جميعا تحت علم أبو مازن ونتفق. ولذلك كل الذين جاءوا إلي وعددهم 9 أشخاص أو 9 وفود أو 9 محاولات، سواء أنا شخصيا أو زميلي سمير المشهراوي، قلنا لهم موافقين على كل شيء. ثم جاءت مصر دولة، ودولة لها تاريخ، ودولة فقدت شهداء في فتح، وفقدت شهداء في غزة وفتح، وفقدت شهداء في 48 في الفلوجة وغيرها. ولا أحد يشكك، أظن لا أحد يشكك في يعني نوايا مصر الطيبة، وتحديدا في فترة الرئيس السيسي. طيب، قالوا مصالحة، قلت نعم. قالوا لا، ليس لك مطالب، قلت نعم. ثم طلب مني أن أحضر إلى مصر، أنه انتهى الأمر وتفضل. جيت، ما تراجع الأخ أبو مازن، قلت فليكن. أنا منذ أن تحدثت معك في مقابلتك الشهيرة، أو المقابلة الشهيرة أخي وائل، التي كنت فيها ملزما بالرد، لأنه الأخ أبو مازن عرض بشكل يعني طريقة لا تليق، عرض أنه عمليا لم يبقي تهمة منذ عام 1920 في نكبة الشعب الفلسطيني بالفساد والقتل، وبالتالي كان يجب أن أرد. هذه ماضي بالنسبة لي. أنا الآن أتحدث في عمق هموم الشعب الفلسطيني منذ سنتين، وأقول أنه يجب، وطرحت كثير من المبادرات. لا يريد، لأنه لا يريد أن يرى رأيا آخر، ولا يريد أن يرى شخصا آخر غيره، ولا يريد أن يرى فتح القوية المتمكنة المتماسكة. وبالتالي سأكون طبعا سيكون موقفي ضد هذا المنهج الذي يدمر فتح ويقمع الآراء الشخصية. فتح ياسر عرفات رحمه الله لم يقمع المنشقين اللي قصفوه في حصار طرابلس، وأبقى على رواتبهم حين كنا في غزة. وحين سألت يوما يا أخ أبو عمر، المنشقين اللي قاتلوك وقتلوك وقتلوا أبناء فتح تدفع لهم رواتب؟ قال يا محمد، تعلم درس، هذه الرواتب حق لأسرهم. طيب يا أبو مازن، بتقطع رواتب الناس مجرد ما يكتب لك على الفيسبوك كلمتين؟ وين صايرة هاي في البلاد؟ الوقواق مش صايرة. يعني ونحن لن نسلم الانتقام والفاغ الشخصي بيضغى على حسابه، لن نسلم بذلك، لأنه كل هذا الجيل ونحن ذاهبون، والحالة الفلسطينية وفتح باقية. بدل ما تترك ثارات وأحقاد، اترك أمل للناس، سيخلدك التاريخ كما خلد ياسر عرفات. أما إذا تركت وأنت في هذه الحالة من الأحقاد، اقتحام مخيم الأمعري، قص راتب فلان، فصل فلان من منصبه، طرد فلان من السفارة، جيب واحد موالي في سفيرا لا يساوي شيئا في مكان، هذه الطريقة لا تستقيم. وإن مشت 10 سنوات، الشعب الفلسطيني مل، وبالفلاحي قرف حياته إذا لم نقدم له حلول. صاحب هذه الحلول قلنا حماس وأبو مازن في أن يوحدوا الحالة الفلسطينية. لذلك مصر جاءت وقالت وحدة فتح لتكون قوية، لكي تستطيع أن تتفق مع حماس. وبالمناسبة حماس فكرت أيضا وترجمتها بطريقتها الخاصة المبنية على عقلية التآمر، أنه الفكرة أنه يوحدوا فتح لمهاجمة حماس. زمن الهجوم، إن مصر تقوي فتح، زمن الهجوم والانتقام والويلات، جاب كل الويلات علينا. لذلك لا نريد أن نقول من أخطأ ومن أصاب، أولا نداوي جراحنا ثم نعود مرة أخرى لنتعاتب. هذا هو المنطق الذي أتحدث فيه، وهذا المنطق الذي يؤيد الآلاف من أبناء فتح. إذا سألت أبناء فتح، 99.9% يقولوا مع وحدة فتح، إلا 10 يعتقدوا أنه فرصتهم أنه محمد دحلان خارج مستغلين خلافي مع أبو مازن. طب أقول لك، إحنا بناخذ الكعكة يا أخوان، فيش كعكة،
وابو مازن يعتقد انه اذا خلص مني بيعتقد انه يعني بيكون الامر ممتاز والامر امان، بس مش حلاقي كعكة برضه في نفس الوقت. وبالتالي لا ولن نسمح لاحد بان يضعنا في مستقبل مجهول. واذا اعتقد البعض انه بيستطيع يفرض امر واقع، لا، ابناء فتح لن يسمحوا بذلك، وانا ساستمر في قتالي من اجل فتح ومن اجل وحدتها ومن اجل استعادة قوتها ومتانتها. طيب عشان بس أبقى جاوبت على السؤال، عملا بقواعد الشفافية، السؤال اللي سألته هم يسألونه أيضا، بأي صفة يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحمد دحلان؟ سؤال يعني. لا الشفافية أنا تقتضي أنا شوف إن أنا لا ألتقي، لا ألتقي مع الرئيس بصفتي، أو لم ألتقي مع الرئيس بصفتي أنه أنا مسؤول في السلطة، ولم ألتقي مع الرئيس لأنني لدي يعني أشياء سرية. أنا لدي قدرة محدودة للمساعدة في بعض القضايا التي كانت متطلبات في فترة ما في ظل ظروف التي مرت فيها مصر، وقلت واجبي وعملت واجبي وانتهى الأمر. أما أن ألتقي بكل القيادات المصرية أن يكون محظورا، ليش؟ إيش المناسب يعني؟ لأن ما يعني إحنا مش قاعدين في دولة مستقلة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى تسير عبر البروتوكول. لا لا، هذه تقاليد جرت العادة أن يلتقي الأخ أبو إياد والأخ أبو جهاد بكل الشخصيات العربية دون أن يعني تصبح مثارا يعني لسيناريوهات متعددة. الأخ أبو مازن التقى في عهد ياسر عرفات رحمه الله، التقى بكل الرؤساء، والتقى حين كان مختلفا مع ياسر عرفات، والتقى مع كل هؤلاء المسؤولين وكان يتقاضى منهم أولا ومساعدات، وهو مختلف مع ياسر عرفات. يعني بلاش طيب بس أعتقد أنه هيستخدم هذا التعبير يعني اللي هو من الأفضل كل من له خيط، يعني من الأفضل له أن يقطعها، يقطع هذه الخيوط، وإذا لم يقطعها هنقطعها إحنا. يعني هل يمكن أن يصل أبو مازن إلى هذه الحالة من التهديد بقطع الخيوط دي لبعض الأشخاص مع دول إلا إذا كان عنده يقين من أنه لا في تدخل وفي إملاءات وفي ضغط عليه؟ لا لا، أو أن يكون لديه أحلام من بعض الدول ووعود أنه ما تهمل هم، روح ضد هذه الدول وما تهمل هم، إحنا وراك مثلا. لكن أنا أعتقد أنه يعني الأولى تقطع العلاقة في التنسيق الأمني قبل ما تقطع الأمور هذه. التنسيق الأمني مع إسرائيل؟ الأولى أن تقطع الخيوط الإسرائيلية في مكتبك، في خيوط إسرائيلية في مكتبه، في كل مكان. الفرق بين من فترة ياسر عرفات رحمه الله أن كان هناك اتفاق سياسي قائم على ثلاث عناصر وأعمدة: الاقتصادي والسياسي والأمني. ياسر عرفات رحمه الله يأمرنا بالعمل الأمني للحفاظ على الاتفاقيات السياسية، يأخذ مقابلها إنجازات سياسية واقتصادية طبق الاتفاق، مش مقايضة. لكن اليوم أخي وائل، أنا سأخذ دورك الآن في هذه المقابلة. ماذا تبقى من السلطة وللسلطة في الضفة الغربية من اتفاقيات؟ انتهت، نتنياهو أنهاها ودمرها وقتلها. يدخل في وسط رام الله ويقتل ويدمر ويخرج، يدخل في نابلس يفتش ويخرج، يحاصر القدس ويمنع أبنائها من التواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. لم تبقى جريمة وطنية إلا وارتكبتها إسرائيل، ونحن نقول أو أبو مازن يقول التنسيق الأمني مقدس. لا، مش مقدس يا أبو مازن. يمكن أن يكون التنسيق الأمني واجب في الاتفاقيات، لكن أن يصل إلى مرحلة التقديس انسى الموضوع. لأنه في فرق بين أن تخلق ثقافة أو أن تكون ملزما في اتفاقات. ليس كل الاتفاقيات تكون يعني مرضية للأطراف. ليس بالضرورة أن تكون مرضية للأطراف. يعني طيب أنا أتكلم عن التنسيق الأمني مع إسرائيل، ده في يعني من ضمن، بس هنا عشان بس أنهي يعني هذه النقطة. طيب هنا هل تعتقد كمان إذا كان أبو مازن يتهم الغير بالتدخل في الشأن الفلسطيني، هل يوجد غير آخر؟ يعني هل توجد دول عربية تشدد موقف أبو مازن؟ قطر مثلا إذا جاز لي يعني هي الحالة العربية أصبحت، أنت تعرف أنه في دول انهارت ونأمل أن تعود مثل العراق وسوريا وليبيا، ونأمل للشعب الليبي والشعب العراقي والشعب الروسي الشعب السوري أن يستعيد عافيته، رغم أنها ستأخذ وقتا طويلا. هذه حرب داحس والغبراء ستستمر طويلا. أنا ربما قبل ثلاث سنوات سئلت أنه يعني الحرب في سوريا أو العراق، بحكم أنني مطلع وأقرأ وأتابع،
ستأخذ سنوات. القاعدة حين ذهبت أمريكا لأفغانستان كان عددهم الأفغان العرب وصلوا إلى الحد الأقصى 4000. بعد 20 أو 25 سنة وصل عددهم الآن إلى 300,000 بين داعش وماعش ونصرة وكل هذه التنظيمات الإرهابية. يعني نحن في حالة ازدياد في الخراب والدمار، طبعا بفعل دول كثيرة لا أريد أن أذكرها الآن وأغلبها دول غربية، لكن حين تأتي للقضية الفلسطينية هي عنوان ووردة يجب أن يعني تكون في يد البعض. وهذا على الدوام كان تاريخيا، وبالمناسبة تاريخيا كانت القضية الفلسطينية محط جذب في من يسيطر عليه. ياسر عرفات رحمه الله حافظ على خيط من نار في العلاقة بين الدول، حافظ على استقلاليته وحافظ على علاقاته وحافظ على وطنيته، إلا في حالة واحدة اضطر للدخول في صدام وهي محافظ الأسد. ومن هنا أخرج شعارا اسمه القرار الوطني الفلسطيني المستقل وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية. لماذا؟ لأن الأسد قصف فتح واعتقل ما يقارب من 4000 فتحاوي في سجونه وشق فتح بالقوة وكاد أن يدمر المنظمة ويصادرها. ليش؟ لأنه بدون الورقة الفلسطينية، لأنه بدون الورقة الفلسطينية شو بسوى في ذلك الوقت. وأنا لازلت أذكر حتى هذه اللحظة أنه في إحدى الاجتماعات الرئيس أبو عمار رحمه الله مع الرئيس مبارك، فكان غاضبا رئيس مبارك من رئيس أبو عمار، فكان معه أحد الإخوة المهمين والذين كانوا من أصدقاء أبو مازن، الأخ نبيل عمر، والآن طبعا متروك ودفع ثمن علاقته مع أبو مازن في زمن أبو عمار، والآن أبو مازن تركه طبعا كالعادة. وحين مبارك أراد أن يعني يغضب أبو عمار أنه أنت ما دمت تقول قرارك الوطني الفلسطيني المستقل خلاص اذهب أنت وشأنك، تجيش عنا ومش عاوزينك وانت مش عاوزنا. فالرئيس أبو عمار ارتبك حسب الرواية، أنا سمعتها من الأخ نبيل عمر. فتدخل الأخ نبيل عمر، أعتقد كان سفيرا هنا، فقال له يا سيادة الرئيس هذا اختراع اخترعه أبو عمار لحافظ الأسد مش إلك. يعني فكرة القرار الوطني الفلسطيني في المستقبل، نحن تاريخيا ننسق مع العرب بالمسافات التي رسمها ياسر عرفات. أما أنت اليوم تدعي أنه أنت كأنه هو اخترع أن العرب يريدوا أن يملوا عليه وهذا غير صحيح، ثم اخترع أنهم يتدخلوا في شأنه رغم أنه هو طلب منهم تجديد له بالجامعة العربية، ولكن في نفس الوقت يسمح لقطر وتركيا بأن تدخل الأموال لحماس وأن تدخل الأموال من خلال سلطته في رام الله وأن يوصل الأموال لحركة حماس لأنها قادمة من قطر. أنا الآن لا أتحدث إلا في حوادث، أنا لست ضد قطر في هذا المشهد، ولكن أنا أذكر شواهد. هذا لا يعتبر تدخل في الشأن الفلسطيني؟ هذا لا يعتبر تدخل؟ أن تأتي تركيا وتتدخل وتبني وتذهب إلى غزة وتبني سفارة وإلا بدك إياه، وأن تستقبل خالد مشعل، آه يعتبر استقبال خالد مشعل مع احترامي له كرئيس لحركة حماس، هذا تدخل ولا مش تدخل؟ أفهم بس. أما أنك تقيسها على مزاجك لا يجوز ولا يليق ولا يصح ولا يقبل واحد. يعني اللي انت بتقوله ده بتقول مجموعة من الوقائع، يعني انه قطر وتركيا ما تتدخلان في الشأن الفلسطيني بكرة في قمة بالأموال وباللقاءات في قمة. ايش بدهم يعلنوا مثلا بكرة في القمة؟ بدهم يعلنوا مثلا حرب على اسرائيل عشان يحرروا رام الله وغزة يعني في القمة من 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 تركيا مثلا؟ يعني لا يجوز استمرار الاختفاء الاستخفاف بعقل الفلسطيني، لانه تم الاستخفاف فيه عبر 10 سنوات، بس الشاب الفلسطيني لم يعد يبلع هذه القصص. الشاب الفلسطيني يريد أن يستقل، نعم، ولكن قبل أن يستقل يريد أن يعيش بكرامة وأن توفر له السلطة والقيادة الفلسطينية بغض النظر على الأسماء، فلان في السلطة مش في السلطة، فيش فرق بين واحد في السلطة وواحد في السلطة. أنا أقدم الآن مساعدات لما أستطيع طبعا أكثر من كثير من السلطة، الموظفين والوزراء، ولكن لا فضل لي في ذلك، هذا واجب. أنا ابن عائلة فقيرة وعشت في عائلة فقيرة وكديت واشتغلت ولم أتخلى عن واجباتي ولن أغير حياتي، لكن إنك تيجي تقول لي إنه يعني هذا صح وهذا غلط بمزاجك لم يعد مقبولا ذلك. لذلك الشاب الفلسطيني قبل أن تحقق له الاستقلال الغير ممكن في الظرف الراهن، حقق له الكرامة،
حقق له قوتا كريما، حقق له وظيفة، حقق له علاجا بالحد الأدنى، حقق له أملا. السياسي واجبه أن يبيع أمل. أنا بتمنى أنه أبو مازن يبيع أمل لأهل غزة، أمل بس، مش مهم ينفذه. أما أن تترك غزة يبيع أمل ولا يبيع أوهاما، ما يجوز الرجل واقعي يا عم يبيع أي حاجة يا عم يقول أي حاجة. أما تقطع رواتب أبناء في غزة أنه طلع واحد ضدك، ما يطلع ضدك يا أخي أبو مازن. أنا وياك طلعنا مظاهرة ضد أبو عمار رحمه الله في حياته وفي عظمته من أجلك أن تبقى وأن تأتي رئيسا للوزراء، وطلعنا 20,000 واحتجينا. تصرف الزعيم بطريقة أخجلتني وأحرجتني. خلصنا المظاهرة وعادي، الرئيس أبو عمار بالنسبة لي زعيم وقائد وأب. بس خلصنا المظاهرة، تلفل لي أحد الزملاء قال لي والله أبو عمار بدي أياك، حكيت معه الله رحمه الله، أنا افترضت أنه يعني سينفجر في وجهي، قال لي أنا عازمك على العشاء. قلت على الأقل لازم يعتقلني، وأنا كنت يعني من أهم مساعدينه على الأقل أو أحد مساعدينه. وتتظاهر ضده؟ نعم من أجل نعم أبو مازن. نعم. ثم ذهبت، أول كلمة قالها لي والله مظاهرتك كانت ضعيفة. انظر إلى الحكيم وإلى الأب. أنا أدرك أنه كان غاضبا في داخله وكان بإمكانه أن يعتقل كل لجنة مركزية، لكن لم يفعلها لأنه كبير. كان بإمكانه أن يقطع راتب أبو مازن حين اختلف معه وشهر به، لكن كان كبير، كان بيستمر بصرف ميزانيته، وأنا شاهد على ذلك. ولذلك هذا زمن يجب أن نستفيد منه، زمن أبو عمار بكل ما له وما عليه. ولكن أن نصل إلى هذا الحد من إثارة الحقد والكراهية والبغضاء، وبعدين مين يحلنا بعدين؟ طب إحنا مصر والدول العربية جاءت وتقول الحل وجمع الصف برعاية كبير القوم أبو مازن، وكبير القوم قال بديش. إذا اعتقد أنه إحنا بنقول لا وخلاص ونحن يعني نسمع ونقول نعم، لا نحن ما بنهزش الرأس، ما هزناش الرأس لزعيم وأبو الوطنية الفلسطينية إلا على حق أبو عمار، فلن نهزه لغيره بالباطل، ولا أريد للآخرين من معي أنه ينافقني بموقف. وبالتالي طيب. وبالتالي أنا أعتبر أن خطوة الدول العربية في استنهاض الحالة، مش استنهاض، في الالتفات لنا في هذا الظرف الزمني الصعب، أنا أعتبره كان قمة الجرأة من الدول العربية، أنه تعالوا حنهتم فيكم شوي، نعطيكم شوية مساعدة، مش مساعدة مالية، مساعدة سياسية. أن تقول لهم لا، أنا أعتبرها أكبر غلطة إنساني أنا كمحمد دحلان. طب إذا كانت، وبقول فتح ممتازي، طب فتح ممتازي ليش بتقتحم مخيم الأمعر امبارح من أجل يعني مؤتمر يتدرس فيه الإخوة من المنتخبين، مش أطفال اللي كانوا قادة في فتح اللي اجتمعوا في المخيم؟ مش جايز طموحك الشخصي والخطر، يعني طموح دحلان الشخصي حتى لو كان مدمرا، يعني مش جايز طموحك الشخصي؟ طب شو طموحي الشخصي؟ أنا عشان أفهمه بس، أولا الإنسان، وأنا أدعو كل فلسطيني أن يكون طموحا، الإنسان الغير طموح جثة ميتة يجب أنه ألا يكون بيننا، لكن يجب أن يكون الطموح بقدر الإمكانيات والقدرات. ثانيا، إيش طموحي أصير؟ وزير في السلطة وأخذ تصريح وأخذ راتبي من بالصدقة التي تتم؟ يعني أنا مش وزير منع على فتح. لذلك أنا أقول، لذلك أنا أقول وأعلن رئاسي لا أريد أن أترشح. ترشحوا يا أخوان اللي عنده الكفاءة، أهلا وسهلا. أنا أدافع عن محاولات تدمير فتح فقط، نقطة. أما أنه والله هذا يذكرني حين نجحت في اللجنة المركزية بأصوات كرمتني بوزعوا الإخوان المناصب، أنا لم ملفت نظري في ذلك الوقت. قلت لهم، قالوا ماذا تريد منصبا في فتح ليس في السلطة؟ قلت لهم أي منصب، ما عندي مشكلة، أي وظيفة يعني، ولكن مش وظيفة في السلطة. لا، ماذا تريد؟ قلت أريد مثلا التنظيم. قال لا التنظيم أوف خطر. ليش خطر؟ أنت حتنظم وحتسوي، وأنا بطبعي جاد ومجتهد في عملي. طيب العلاقات العربية، أعوذ بالله العربي. طيب العلاقات الدولية، كلام لا يصلح ولا يجوز. الخلاصة، طب بدكم أشتغل ولا لا؟ أنا نجحت في اللجنة المركزية وأنا حليف أبو مازن حتى ذلك الوقت. قلت لهم طب الإعلام؟ صدقني أخي وائل، استمر نقاش عميق بين بعض الأقطاب اللي كانوا مهزومين طبعا في الانتخابات،
انه كيف ياخذ الاعلام؟ اعلام مين انت واخذ السي ان ان واخذ الاعلام الدولي؟ يعني انت مع باقي عندك المجموعه مثلا مجموعه الام بي سي ولا مجموعه الجزيره؟ ايش معاك الاعلام؟ ما فيش ولا شيء طبعا. Nothing. لا شيء. وبالمناسبه هؤلاء الناطقين اللي ابو مازن حولهم مساكين الى انهم ينعقوا ويسبوا او عفوا يعني يشتموا علي، انا اللي معينهم ومدربهم. ما كانش في ناطقين باسم فتح اصلا. ولذلك انه الفكرة انه انت بدك تحاسبني على مثابرتي في الحالة الفلسطينية اللي بشوفها في العشر سنوات، انت تحاسب على نجاحك وليس على كسلك ولا على هملتك. اذا هامل ما حد بدور عليك، بس اذا مثابر وتعتد بكرامتك وبنفسك لا، اذا كما قلت لك. وهذا تكرر بالمناسبة في الحكومة حين كنت مع الاخ ابو علاء. طيب انا في الحكومة وزير، ماذا تريد ان تعطوني؟ الوزارة كذا، تجارة بتنفعش، انت متعرف. طيب اي حاجة. فوصلنا انه انا بدي شغلي في وزارة، انتو حطيني وزير انه وزارة الشؤون المدنية اللي هي بتعمل تصريح للحركة يعني وزارة لم تكن وزارة بالمناسبة، واخي ابو عمار رحمه الله حولها وزارة من اجل احد الاخوان يعني. فالفكرة انه يعني انا لا يجب ان اكون في مكان قد يؤثر. طيب شو يعني اجلس وأستمر في البكاء وأروح كما يفعل الكثيرون لأشتكي للكادر من أبو مازن وأنا عضو لجنة مركزية؟ أنا لا أقبل على نفسي أن أكون في موقع قيادي وأنا أشتكي. أنا واجبي أن أقدم حلول، وانتخبوني هؤلاء الإخوة والأخوات في فتح من أجل أن أقدم لهم حلول، أو في المجلس التشريعي من أجل أن أقدم حلول. مش أقعد أشكي وأبكي معاهم. طيب كلامك في المقابل على انه قطر وتركيا تدعمان حماس تحت اشراف ابو مازن بالاموال، يعني ده كلام موفق يعني؟ هذا علنا، طلع في التلفزيون. يا اخي وائل، رواتب حركه حماس نزلت بالطيارات، اخذوها بسيارات الاونروا، راحت على موافقات على ابو مازن، ثم ذهبت الى وزاره الدفاع الاسرائيليه، فحصوا الدولارات، ثم بعتوها لغزة، توزعت على الموظفين حماس. هذا لم يعد سر، هذا نشر في الإعلام. وبالتالي أنت يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه كثير من الفتحويين تحدثوا معي عبر الأشهر الأخيرة أنه يجب أن نتحدث في هموم الناس أخي وائل، لا أن نتحدث أو ننكأ الجراح، لكن هذه الجراح لا تعالج إلا بأن نحددها وننكأها، ولكن هذا ليس زمنه. بأمل أنه أبو مازن يستدرك النفق المظلم الذي يضعه البعض فيه، سواء بإرادته أو بتعليماته أو بضغط منهم أو بإقناع منهم. أنت تسير في اتجاه خاطئ على المستوى الفتحاوي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الشخصي، ولا أحد ينافسك على أي شيء. لكن إذا اعتقدت أنك تستطيع أن تقصي وتدمر وتقطع رواتب الناس وتقطع أرزاقهم تكون مخطئا، لأن الناس لن تنسى ذلك ولن تسامح فيه. طيب هطلع فاصل، بعد الفاصل أيضا ندوة عقدت في مصر في العين السخنة، وقيل إنه الندوة مركز دراسات فلسطين، مركز دراسات مصري مدعوم من جهة سيادية مصرية، وأيضا وجهت الاتهامات إلى أن هذه الندوة هي جزء من الانقلاب على أبو مازن يخطط له ويديره محمد دحلان. هطلع فاصل وبعدها هنكمل معاكم بعض الأسئلة السريعة. مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء الأخير من اللقاء مع الأستاذ محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، واحنا بنتكلم كمان في بعض محطات الأزمة. لا، في ندوة عقدت هنا في مصر في العين السخنة تحديدا، أيضا
حملت هذه الندوة مجموعة من الاتهامات، قيل إنها هي أيضا جزء من الانقلاب على أبو مازن يدير دحلان بمساعدة القاهرة، وإلا لماذا تعقد هنا في مصر؟ ويعني ندوة في عناوينها حتى البعض تعامل معها على أنها بمثابة انقلاب على أبو مازن، لماذا؟ تعرف أخي وائل أكم ألف ندوة بصير في اليوم في العالم العربي؟ بلاش احنا الحياة فينا ما يكفينا من ندوات. لا احنا أكم ندوة تعقد في رام الله وغزة على رأي أحد الكتاب الذين جاءوا في الندوة، وقال أنه أنا لدي أفكار من كثر الندوات اللي حضرتهم في غزة بتملي الفندق. يعني وما كتب عن السخنة، أنا سجلت السخنة لأن بنسى الاسم، العين السخنة، العين السخنة ما كتب عنها في الإعلام بسبب أزمة المأزومين أكثر مما كتب عن اتفاقية أوسلو، لمجرد ندوة يلتقي فيها أبناء قطاع غزة مع مفكرين ومثقفين مصريين وكأن الدنيا قامت ولم تقعد. ثم قالوا أنه أنا في الندوة، أنا يعني أخجل أني أكون في ندوة زي هيك. طبعا لو دعيت أنا أي ندوة مهمة أشارك فيها، ولكنني لم أدعى لأنه ليش لزوم فيها ببساطة. بس كانت منصة للهجوم على أبو مازن. لا لم تكن. أنا كما فهمت من الذين شاركوا فيها والذين حاولوا في البداية أن يهجموا حين شاهدوا مخرجات هذه الندوة، إذا عندهم قليل من الحياء يجب أن يخجلوا من نفسهم، لأنه مخرجاتها تحدثت عن توصيات بفتح معبر رفح، وتحدثت عن تعاون بين فلسطينيين ومصريين، وتحدثت عن وضع رؤى وبرامج وتواصل في المستقبل إلى آخره. لكن من يريد أن يتهم، يعني يتهمني، تعودوا على ذلك وأنا تعودت على الأمر. لكن أن تستسهل الهجوم، أن تستسهل خسارة الدولة، أنا أعتبره هذا يعني قصر نظر خطير ومقلق. وأنا أنه أبو مازن يستسهل خسارة مصر، أنا لازم ومصر أو الأردن أو السعودية أو الإمارات أو المغرب أو الجزائر، إحنا مش في حالة نخسر حد، إحنا مش في وضع نخسر أي حد. إذا كان أنت مش راضي تخسر الإسرائيليين اللي محتليناك بدك يعني أنا لازلت أتذكر حصلت أزمة في يوم من الأيام في بيت لحم على ما أذكر مع الشهيد ياسر عرفات، إنه واحد شاب حط صورة للرئيس مبارك بطريقة لا غير لائقة، وقامت الدنيا في مصر ولم تقعد. صدقني أخي وائل، رفض الشهيد ياسر عرفات أن يبقيني ثانية في الضفة، قال لي روح على مصر خذ حمل موس وتعال لي. فجئت إلى مصر وتحملت النقد، وكانت غير لائقة ولا تليق، ولا مواطن عادي بالمناسبة اللي عملها، إنه حط صورة الرئيس مبارك على هذا لا يليق، وهو شخص عادي ليس موظفا في السلطة ولا يعمل في السلطة. ولكن لم يقبل الشهيد ياسر عرفات أن ينام، ومصر غاضبة، مش لأنه بده ينافقها، لأنه الحدث لا يليق برئيس دولة. فما بالك أنت بتطلق حبة ولد يتنططوا على دول؟ لكن لا أريد أن أشب في هذا الأمر. ثانيا، حين يتحدثوا عن مخرجات مثقفين يلتقوا، صدقني في جزء من الشباب الذين خرجوا من قطاع غزة سنوات لهم مش عارفين يطلعوا، مش عارفين يشوفوا خارج أسوار قطاع غزة. حين يتحدثوا ويساعدوني في طرح موضوع معبر رفح، أنا لم ألتقي مع مسؤولا مصريا إلا وطرح ضرورة فتح المعبر، مع تفهمي الشديد للحالة الأمنية في سيناء وإلى الإرهاب الأسود والحقد الذي يمارس ضد الجيش المصري العظيم في سيناء، وإلى بعض الأخطاء التي مورست من بعض الناس من قطاع غزة الذين يدفع ثمن أخطائهم المواطن العادي. حين يتحدث هؤلاء المستقلين في إقناع المسؤولين المصريين وطمأنتهم على ضرورة فتح المنفذ، ثم يأخذ قرار من القيادة المصرية بفتح المنفذ من أجل إخراج طلابنا الذين فقدوا جامعاتهم، الذين حصلوا على قبول في الجامعات ومش مقدرين يحصلوا على خروج من خلال معبر رفح منذ سنوات. الآن أنا يوم السبت القادم سيبدأ الخروج، وسيتم التنسيب والترتيب لهم من خلال أعضاء في التشريع كونهم منتخبين. يعني المسألة مش والله كيف محمد دحام بده يحقق له مكسب شخصي. مكسب شخصي على إيش؟ على جثث الناس؟ مكسب شخصي على معاناة الناس؟
وبالتالي أن تبدأ بفكفكة هذا البرميل، برميل بارود قطاع غزة. تبدأ بفكفكته بالطلاب، ثم لدينا أمل أن يأتوا قطاعات أخرى لتعرض مشاكلهم، لأنه لا أحد يلتفت إلى مشاكلهم. أنا الأوان أن تلتفت مصر بالقدر الذي تستطيع فيها أن تقدم. أن توائم بين المتطلبات الأمنية. لا، هناك أيضا في هناك أيضا أشياء يمكن الاستفادة منها من قطاع غزة. قطاع غزة يستهلك ما يعادل 2 مليار دولار لمواد تموينية تشترى من إسرائيل. لماذا تأخذها إسرائيل؟ سؤال. إسرائيل تستفيد ما يقارب 2 مليار دولار من البضائع والاحتياجات الذي يشتريها أبناء قطاع غزة. لماذا لا نأخذها من الدول العربية ولا نأخذها من مصر؟ يعني هناك فائدة. لا يجب أن نتعامل مع قطاع غزة أنه كارثة. هو كارثة بمفهوم أنه حوصر على مدى سنوات، ويجب أن نقدم له حلولا لنخلق لهم أملا. وأنا أعتقد أن ما استمعت إليه في هذه الزيارة من القيادة المصرية شيء مفرح وشيء مشجع لأن نخلق أملا لأبناء القطاع. طبعا أنا لا أتحدث في هذا الأمر عن الضفة الغربية، لأنهم لا يعانوا من هذا الأمر، يعانوا من أشياء أخرى، يعانوا من أمور وتنغيص آخر. لكن المسألة المتعلقة بحبس 2 مليون فلسطيني كارثة إنسانية، وجدنا استجابة. الإخوة في المؤتمر طرحوها كمستقلين، أنا استمعت لها بالأمس من بعض الإخوة الذين تأخروا. وبالتالي أن تحول ندوة ثقافية وكأنه مجرم إلا بإذن منك، أنت شو القيصر يعني؟ يعني كل واحد يحضر ندوة لازم يستأذن من واحد من الموظفين اللي في المقاطعة بأي حق؟ من إمتى هذا الكلام صار؟ احنا كنا مع ياسر عرفات وروح نعمل ندوات. انت يا اخي ابو مازن كنت مع ياسر عرفات وتروح في موسكو تعمل ندوات. شو المنطق الذي لا يليق لا برئاسي ولا يليق بالشعب الفلسطيني، وبالتأكيد لا يليق لا بمصر ولا بالأردن ولا بلا. نأمل أن يتم مراجعة هذه السياسة لفائدة أبو مازن شخصيا، ولفائدة فتح، ولفائدة الشعب الفلسطيني. لأنه سيسأل يوما ماذا فعلت في فتح، النتائج هي التي تجيب. ماذا فعلت بالوحدة الوطنية؟ بغض النظر أنه حماس هي التي بدأت وحماس هي التي أقدمت على الانقلاب، ولكن مسؤوليتك الوطنية تقتضي أن تجمع الكل بالمحبة أو بغير المحبة، أن تحرج الكل، أن تظهر أمام الناس أنك تمثل الكل. أنا أي واحد من حماس أو من أي تنظيم آخر إذا أقصيته يقول أنك غير شرعي بسهولة. طيب انت هنا بتكلم على انه تم الاتفاق مع السلطات المصرية على فتح معبر رفح، يعني فيما يتعلق بمشاكل الطلاب، ويعني الطلاب واصحاب الاقامات الذين فقدوا اقاماتهم والذين اصحاب العلاج. انا اليوم شفت طفلة محروقة يعني تقشعر لها الابدان، انه عندها منحة للخروج للعلاج او تمويل من جهة ما للخروج للعلاج في دولة أوروبية، لا تستطيع أن تخرج لأنه مع أنه مسموح نظريا بس عمليا ما خرجت. الخلاصة لدى المواطن أنا طلعت ولا ما طلعت، أنا سافرت ولا ما سافرت، مش مهم عنده الاعتبارات الأخرى وأمور أخرى تتعلق بحياة الناس. أنا لدي أمل كبير أن لا يحدث كوارث إرهابية تمنع هذا التوجه الإيجابي في تحسس مشاكل أبناء القطاع. طيب أنا وجدت هذا الإحساس. بقي سؤالان أخيران، واحد بحماس واحد سؤال بإسرائيل. سؤال واحد احنا اتفقنا عشان التنسيق الأمني في حماس. يعني هنا البعض أيضا بيقول أنه مصر ربما تدعم محمد دحلان لأنه عنده رؤية في كيفية التعامل مع قطاع غزة اللي تحول إلى، وده ليس اتهاما للفلسطينيين ولكن اتهام لحماس، تحول إلى ساحة لخدمة الجماعات الإرهابية في سيناء. هل عندك رؤية للتعامل مع قطاع غزة، وناقشت هذه الرؤية مع السلطات المصرية؟ لا، هذه الرؤية أولا نناقشها سرا وعلنا، الرؤية الوحيدة، حتى ما ندخل في غياهب المؤامرات والمعشعشة في عقل البعض الضعيف. لا يوجد إلا خيار واحد في الحالة الفلسطينية، التفاهم والتكاتف والاستفادة من الماضي نحو المستقبل. من يدعي أنه عنده حلول عسكرية لإعادة غزة إلى السلطة واهم. من يدعي أن لديه الحل السحري في غزة يكون واهما، لأن حماس جربت 3 حروب وأعلنت الانتصار، مع أنه أنا أسجل احترامي لشكل الصمود الذي حدث 3 حروب ولكن النتيجة صفر.
إذا لم تترجم سياسيا بإنجازات للمواطن لا ما تأخذني ما تدعي النصر ويعني وبعدين ندفع الثمن. لكن هذا ليس مجالا للنقاش. نعم الرؤية الوحيدة هي التفاهم بجدية على بناء إعادة بناء نظام سياسي قائم على الشراكة من الجميع الفصائل وغير الفصائل، لأنه 50% من المجتمع الفلسطيني اليوم مستقلين. اليوم تسأل ابن اللي كان عمره 10 سنوات في فترة بداية الانقسام والانقلاب الآن صار عمره 20 سنة، إذا بتسأله لا يعني تيجي تقول له أنت طموحاتك في عودة اللاجئين هذه لم تلغى، ولكن هو بيسألك بدي أدخل أي جامعة، وبعد ما أدخل الجامعة هتخرج هل حقدر أساعد أسرتي ولا لا. وبالتالي هذه تحتاج إلى وحدة وطنية قائمة على شراكة سياسية، وحدة وطنية، الاتفاق على برنامج سياسي، الاتفاق على برنامج مقاومة، يعني شكل ومضمون مقاومة، هل بالصواريخ زي ما كان البعض يعتقد أنه بس أضرب صاروخين بتحل الموضوع، لا الموضوع أعقد من هيك، هل بالمفاوضات والتنسيق الأمني المقدس كمان لا ما تأخذني. أوسلو وتبعاتها انتهت مش لأني اختلفت مع أبو مازن، إسرائيل يستقبل ذلك ولدينا قرارا أخي وائل لم تستغلوا القيادة الفلسطينية. في 2012 حصلنا أحد أبرز إنجازات السلطة الفلسطينية حصلنا عليها في 2012 بالاعتراف بدولة فلسطين، نفذها. أنا بدك تعمل انتخابات قادمة على أساس تعمل تشريعي برضو أوسلو متبقياتها لا يجوز. وبالتالي التفكير بعمق وبجدية وبمساعدة الدول العربية أو بدون مساعدة، إذا كان لديكم القدرة والإرادة تفقوا بدون ما تيجوا على مصر، مش محتاجة يعني رحلات وسفر على طريقة سفريات البعض في بعض اللي مسكين حقائب عنده 10 سنوات. وبالتالي الاتفاق يعني وضع الجهد الجماعي في إطار تقديم حلول. طيب المتطلبات الأمنية المصرية، ما زالت مصر تتعامل مع قطاع غزة على أنه عنصر تهديد، كيف يتم حل هذه المشكلة؟ أولا أنا لا أستطيع أن أنكر أن حصلت تهديدات من أفراد في قطاع غزة ضد الأمن المصري، ولكن يجب ألا تحملوا ذلك لقطاع غزة ولأبناء قطاع غزة، حملوها للذين تورطوا فيها. أنا كان نقدي على بعض الإعلاميين أخي وائل في لحظة من اللحظات أنه الغزازوة فلسطينيين غزة، لا يجوز استخدام هذا المصطلح، هذا مؤسف. أنه حماس أغضبت مصر أو شاركت مع الإخوان أو هذه التفاصيل تعرفها الدولة المصرية بتحلها مع حركة حماس، لكن لا يجب أن نسحب موقف المصري من حماس أو الموقف الشعبي العام من حماس أو من سلوك بعض أفراد حماس على الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو جزء من الشعب العربي الفلسطيني في غزة والضفة وحتى 48، لكن يجب ألا نحاسب على أخطاء الآخرين. وبالتالي في ناس أكيد أخطأوا حسب المعلومات اللي عند الأجهزة السيادية المصرية يجب أن يحاسبوا، ولكن في نهاية الأمر أنا مقتنع أنه يجب إذا كان لدى مصر متطلبات أمنية من حماس في قطاع غزة لأنه هي المسؤولة بغض النظر من الذي نفذ ذلك ضد الشعب المصري وضد الجيش المصري العظيم، يجب أن يحاسب. ولا يوجد طريق آخر لمصر إلا حل الوضع والمساعدة والمساهمة في حل الوضع الفلسطيني في قطاع غزة، ولا يوجد أمام حماس ما تفكرش في أبعد من الحل عبر مصر، لأنه مش لأنه ترف، لأنه مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية مربوط جيوسياسيا ملزمين نحن فيها في أن يكون الحل عبر مصر، وبحكم الجغرافيا بين قطاع غزة ومصر وبحكم التاريخ الحل لا يأتي إلا من هنا. هاي حماس محاصرة بسبب أفعال مصر تقول أن لديها من الوثائق ما يكفي لإدانة البعض. أنا بأمل أنه هذا الأمر يبقى في طي الاتصالات الضرورية لحل هذا الأمر. من يدان يجب عليه أن يدفع الثمن، ومن ارتكب جرما بحق الجيش المصري يجب عليه أن يدفع الثمن، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن نحاسب كل قطاع غزة بجرم شخص هنا أو هناك. عندك تعليق على سلوك أبو مازن في جنازة شيمون بريز؟ تعتقد أنه يعني هل لديك تعليق عليه ولا شايفه طبيعي؟ لا لا طبعا مش شايفه طبيعي، ولكن ربما كان ملزما ومجبرا أن يذهب، بس كان متخنها شوي في إظهار الغضب بس مش يعني. أما أنا لا أريد أن أقول ما شاركوش في جنازة ياسر عرفات رحمه الله وأبدأ أخطب، لا يعني حتى لو كنت رئيس أنت يا أبو مازن
ومجبرا. أنا طبعا ضد أنه يكون مجبر، أنا لا أتخيل أنه أحد يجبر أحد على بعض السلوكيات، لكن يعني الإمعان والإصرار في إظهار الحزن يعني وحالة الاقتراب من الدموع يعني شايف أنك يعني كانت مبالغ في. السؤال الأخير، مش بتظلم أبو مازن لما تحمله يعني اللي هي الصورة اللي احنا شفناها على الشاشة منذ قليل دي اللي فيها التعبير عن الإمعان أو الإصرار في الحزن، مش شايف انك بتظلم أبو مازن لما تحمله انه يعني المفاوضات مع إسرائيل وانت تعلم انه يعني ده يعتمد على وجود اتفاق عربي ام لا، وجود ضغط عربي ام لا؟ الدول العربية الان منقسمة مشتتة، أصبحت القضية الفلسطينية ليست على أولوياتها، لماذا نظلمه وتتكلم عن تنسيق أمني مع إسرائيل وهو لم يعد يملك أي أدوات أو أي أوراق بسبب الحالة العربية وليست بسببه هو؟ ما الذي تغير على ظروف أبو مازن مقارنة بظروف أبو عمار رحمه الله؟ لا شيء، نفس الأمة العربية هي نفس الأمة العربية، نفس موازين القوى هي نفس موازين القوى، نفس الشعب الفلسطيني هو نفس الشعب الفلسطيني، ولكن ياسر عرفات رحمه. انت عندك اربع دول اللي اختفت خلاص. شو كان امكان الاربع دول التي اختفت يعني لم تغير؟ انا اتحدث عن في اسناد القضيه الفلسطينيه، اتحدث عن مصر والاردن كمتابعين تاريخيين، واتحدث عن دول داعمه ماليا، السعوديه والخليج والكويت والامارات العربيه المتحده، ولم يتغير فيها شيئا. يعني بقيت هذه الدول والجزائر من باب الإنصاف ودول عربية أخرى، بالتالي من يدعم سياسيا ومن يدعم ماليا ما زالوا موجودين ولا زالوا يدعموا بالمناسبة، لم يتغير. والشعب الفلسطيني هو نفس الشعب الفلسطيني، ولكن لما يسمع الشعب الفلسطيني أنك بتفتش في شنط الناس على سكينة، وياسر عرفات كان يقول على القدس رايحين شهداء بالملايين، هذه الرسالة بتفرق عند الشعب الفلسطيني. لا يعني ايه تفتش في الشنط؟ يعني بتشوف انت رايح تقاوم بسكينه ولا لا؟ لا لا، ما تحدث فيه ابو مازن في الاعلام الاسرائيلي انه يعني احد ابرز انجازاته انه بفتش شنط الاطفال في المدارس وبصادر السكاكين. يا اخي مش هيك يعني. ابو عمار رحمه الله كان يعطينا امر باعتقال بعض الافراد من حماس او حتى من فتح، لكن كان يعني يعملها باحترام، مش يروح يفتش شنط سكاكين ويفضحنا. يعني يصل الامر انك يعني لخدمه اسرائيل حتى تفتش على السكاكين يعني وعلى الالات الحاده مش على الاسلحه الكبيره كمان يعني. طيب تنسيق امني مع اسرائيل بتشوفه في تعليق اخير، ليه بتشوفه يمثل اهانه للفلسطينيين وللقضيه الفلسطينيه؟ لسببين، اولا لم يعد جزءا من الاتفاق، لا يوجد اتفاق، وبالتالي على لماذا أنسق ما دام لا يوجد اتفاق؟ والثاني لا يوجد ثمن، ليس مقصودا ثمنا ماديا أو ثمن سياسي. الاتفاق قائم على أمن واقتصاد وسياسة، إسرائيل دمرت البندين اللي لازم تدفع لنا فيها وحافظت على ما تبقى. ياسر عرفات رحمه الله كان يجيز ويأمرنا بالاجتماع مع القيادات الإسرائيلية وكنا نذهب ونفاوض، ولكن في مردود سياسي تمثل بتشكيل السلطة في الضفة، الانسحاب الإسرائيلي من رام الله والقدس، من رام الله وبعض قرى القدس حصلنا عليها في المفاوضات، والخليل ونابلس وطول كرم وجنين ومعظم قطاع غزة، بالتالي في مردود لهذا الجهد وهذا العمل، لأنه جزء من الاتفاق. إذا خليت بطرف أو بجزء من هذا الاتفاق أنا بخل بالطرف الآخر، يعني شمعنا أنا بدي أمثل دور المحترم يعني اللي لازم ألتزم؟ لا، بلتزم حين تلتزم. هكذا هي العلاقة الدولية، وهذه هي العلاقة التي رسمت بيننا وبين الإسرائيليين في الاتفاقيات. أستاذ محمد دحلان ألف شكر، ويعني من الواضح سيظل اسم دحلان عنوانا للجدل، للأزمات، للصدمات، حتى لو كان بسبب أخطاء الغير أو بسبب الطموح الشخصي لمحمد دحلان. انت بتقول من حقي الطموح الشخصي. انا بشكرك الف شكر. شكرا استاذ. بعد الفاصل، طفل صغير كتب تعليقا على الفيسبوك، تويتر هتشوفوه على الشاشه، بيدعم والده السباك. شوفوا ازاي يعني، تعالوا نغوص في اعماق هذا الطفل
قبل ما ننهي الحلقة بعد الفاصل محطة إنسانية نشوف نتعلم من ذكاء الأطفال الحس الإنساني العالي جدا. التلفزيوني هو الأول من نوعه يتعلق ببزنس الحيوانات المفترسة في مصر. مصر مركز لتهريب الحيوانات البرية من أفريقيا. يا أستاذ إذا بيطلعوا في الكافيهات بالأسود وفي البلاجات وفي البتاع. أي أسود في مصر من خلال عائلة الحلو. الدنيا كلها مليانة أسود عندهم، ما يجروا يروحوا يشوفوهم بيبقوهم إزاي بيبقوهم على دي. ده عنده اسود وده عنده مش عارف نمور، طب جت منين دخلت مصر ازاي؟ الاسد بيتراوح سعره من 70 ل 80 الف. كام السعر النهائي كام؟ والله بكلمة 35. 35؟ طب واللي لسه مولود ده؟ بيتاجروا عادي. مفيش حد بيراقبهم ولا حد بيتكلم ولا حد بيقول لهم ده ممنوع. مصر تحولت لمركز للتجاره غير المشروعه بالظبط للحيوانات البريه بالظبط. هنا ما فيش معايير، كانوا بيهربوهم من على طريق ليبيا بطريقه رهيبه. تهريب الاسود كان عن طريق غزه. النمر الافريقي اللي التهم الطفله في في منتهى الجراه ومنتهى الوحشيه. افريقيا بيخافوا منه عن الاسد. بقى غضبان وبيرمي علينا حاجات اهو. شيل ال ليه كده؟ ليه 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 كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان انتظرونا منفينا الحنان منفينا الحنان. مفاجأة هذا الأسبوع بعد غياب طويل الصوت الذي نعشقه. أنا المطربة الكبيرة ميادة الحناوي. تتحدث وتغني في سهرة فنية خاصة فقط وحصرياً مع وائل الإبراشي في العاشرة مساءً. مشاهدينا مساء الخير. بعض اللقطات الإنسانية البسيطة تلفت الانتباه بشكل كبير. اعتدنا أن نشاهد أطفالا يلقون بالمولوتوف، هم في كل الأحوال أطفال ضحايا أيضا يعني، واعتدنا أن نشاهد أطفالا يتبادلون الشتائم، هم أيضا ضحايا، واعتدنا أن نشاهد أطفالا في المدارس يتعلمون السباب والشتائم والتحطيم، لكن لما نلاقي بعض النماذج المضيئة اللي فيها
طفل يساعد والده بطريقته الخاصة، يكتب له على الفيسبوك داعما له، والده سباك، هذه الكلمات اللي انتوا شايفينها على الشاشة، مشاعر تلقائية من طفل عنده 12 سنة كاتب لوالده، كاتب للناس يعني، مازن محمد الأهلاوي بابا سباك شاطر قوي ومعاه شهادات ضمان بمجاله، بابا مش غالي، بابا بيحب شغله قوي وبيعمل فيه كل جديد، بابا بيعطيك ضمان على شغلك يعني مفيش قلق من الصيانة، بابا بيروح اي مكان في مصر اي محافظات، رقم بابا كذا، بابا مفيش منه اتنين. ده كلام الطفل اللي كتبه لدعم ابيه اللي بيمتهن مهنة شريفة، يا مهنة سباك، قال لما دعمه بهذه الكلمات. يعني فاكرين الطفل قبل كده اللي طلب منه ان يكتب موضوع تعبير عن الام، وكتب جملة واحدة يعني اثارت مشاعر الكثيرين، وايضا استضفناه هنا يعني. احنا كمان استضفنا مازن علشان التعليق اللي هو كاتبه ده انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، لان الناس ما بتشوفش الا شتايم واتهامات، فلما وجدت كلاما معنويا انسانيا كمان داعما للاب وبيكتبه طفل، فالحقيقة الناس اهتموا جدا بهذا التعليق، ووجدت حتى بيتم تداوله ونشره من شخص الى اخر، وعشان كده قلنا نهتم. ومازن معانا، مازن اهلا بيك، مازن محمد حسن، ازيك يا مازن؟ الحمد لله. خلينا اقدم والدك كمان، محمد حسن. يا محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. مازن قول لي، انت اولا في سنه كام؟ الاعدادي. في اولى اعدادي، وبتوظف في المدرسه وبتذاكر كويس؟ اه الحمد لله. طب الحمد لله. لما كتبت بقى التعليق ده ايه اللي خلاك تكتبه؟ ايه اللي جه في دماغك كده قلت انا هدعم والدي واخلي الناس اللي عاوز سباك كويس يجي لابويا؟ فكره جات لي، كنت قاعد مثلا في يوم قاعد على الفيسبوك لقيت مجموعة بتبيع وشراء، فدخلت عليها فتحت المنشور دوت، فلقيت اتصالات بتيجي البابا، دخلت على مجموعة واتنين لقيت اتصالات بتيجي البابا وتعليقات كومنتات واعجابات وموضوع ده. لا لما كتبت التعليق ده لا، ما هو الاول ايه اللي خلاك تكتبه؟ ايه اللي دافعك انك تكتبه؟ انت قلت تدعم باباك بالشكل ده عشان الناس تجيله، عشان اوصل من مجال شغله بس مش اكتر. في مجال شغله طبعا. والدك انت بتشوفه بيشتغل وبيشقى بيتعب علشان يصرف عليك. من نفسك كده يعني، انت ما اتفقتش مع والدك على ده، من نفسك جات لك الفكرة؟ عملتها مفاجأة. عملتها له مفاجأة كده. طيب وبعد ما كتبت التليفون بكلام الجميل اللي انت كتبته ده، في ناس اعجبوا بيه وكلموا باباك وجالوا شغل كتير؟ الحمد لله. يعني عايزكم يا جماعه تتاملوا، شوفوا الكلام الطيب والكلام الجميل والكلام اللي فيه براءه الاطفال كمان، اللي نتمنى ان يكون هذا النقاء موجود عند الجميع، وانه الادب هو اللي يمكن انه يجلب الارزاق، والادب هو اللي ممكن يخلي الناس تهتم قوي وتشوف، تقول لك شوف الطفل اللي بيدعم والده. فالناس بدأت تكلم باباك، لقيت في تليفونات فعلا بتكلمك؟ تليفونات كتيرة في اليوم اللي كتير. هو نشر البوست يعني عادة تليفون اتنين بيتصل في اليوم ده لو في حجم شغل كبير، انما في اليوم ده 3-4 حاجات ورا بعض كده. انا كنت في الشغل، ناس بتيجي تقول لك تعالى اشتغل اعمل لي حاجه في البيت. في حد بيقول لي انا شفت اعلان على الفيس وعايزك تعمل لي شغل. اوكي خلاص ماشي، واحد واثنين وثلاثه،
انا كنت قبل ما اروح البيت كان كل تخيلي مع مازن، قبل ما اروح البيت كان كل تخيلي ان دي صفحتي انا اللي انا بنزل عليها الشغل. فنزل ناس فتحت الصفحه فبتكلمني، فروحت مازن بيقول لي يا بابا انا عملت حاجه. قلت له ايه؟ قال لي بصراحه يعني ما كانش قال لك لسه انت لا. جات لك تليفونات وما تعرفش ان ابنك اللي عمل كده؟ لا ما اعرفش لسه، ما يعني انا ما وصلت البيت خلاص. فبيكلمني بيقول لي هو ما حدش يعرف حاجه عن شغلي. مازن بيشتغل معايا في الصيف، مواظب معايا في شغلي في الصيف، حاجه حابب اكدها بدون مقابل. بيشتغل معاك تروح تعمل السباكه كده وهو ماسك العده ومعاك؟ بيشتغل معايا كل حاجه يعني من سنه، يعني من فتره يساعدني. السنه اللي فاتت كانت المساعده جامده شويه، اللي هو ينزل معايا يوميا في اجازه الصيف بدون مقابل. لما جات لك بقى تليفونات هو قال لك؟ لما جات لي تليفونات فروحت البيت فبيقول لي يا بابا انا عملت حاجه. قلت له عملت ايه؟ قال لي طب راح شويه كده عشان ايه نستوعب الموضوع. قلت له حاضر ماشي طيب نستوعب الموضوع. قال لي بص انا نزلت بوست على الفيس فجات لي اعجابات كتير. قلت له وانا كمان جات لي تليفونات كتير، وريني البوست. فشفته قلت له ماشي خلاص اوكي. لقيت ردود افعال الناس لمازن بصراحه بسطتني، اديته حقه، اديته حقه اللي الناس ما تعرفش عنه حاجه. اللي هو الطفل اللي بيساعد والده، الطفل اللي كبير اخواته، راجل اخواته، شايل مسؤوليه. انا مش موجود شايل مسؤوليه، انا بسافر كتير. لا واللي يفكر انه يخاطب الناس بالادب الشديد ده وبالحس الانساني ده، يعني اللي هو بيقول للناس لو عاوز تعمل شغل كويس وتبقى ضامن شهادات ضمان وتبقى مطمن تعال عند ابويا، يعني ده هنا اثر في الجميع. يعني هو فاهم في الموضوع، وعشان فاهم ان انا فعلا شغلي الشركه المنتجه بتيجي تدي عليه ضمان، فهو فاهم الموضوع. فاهم الموضوع من ممارسته معايا. طيب مازن، طيب يعني انت اما كتبت الكلام ده والدك فوجئ يعني، وانت بقى قلت له انا كتبت الكلام ده، انت اما كتبت كده قعدت كتبت ما فكرتش في الكلام يعني، كتبته على طول من جواك كده؟ يعني انت سالتني فيه دلوقتي مش هفتكره. مش هتفتكره؟ كتبته من قلبي ومش طبعا مش هتفتكره اكيد، لانك انت في لحظه يعني حسيت انك عايز تدعم ابوك فكتبت ده على طول يعني. بتكتب تعليقات كتير على الفيسبوك ولا ده اللي قلت اما ادعم فيه باباي؟ لا ما بعلقش كتير، انا قلت ادعم فيه باباي. لما لقيت بقى ردود فعل الناس بقى يا مازن، يعني انا من خلال الساعات اللي فاتت دي كل الناس يعني شوفوا الاطفال الحقيقيين، شوفوا الاطفال المؤدبين، شوفوا الاطفال اللي هو بيفكر ازاي يبني ويساعد ابوه. في ناس مهتمه جدا في مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق البسيط اللي انت كتبته ده. مبسوط ان لقيت الناس بتحييك كده؟ انا طبعا مبسوط. وبتشوف بقى الفيسبوك ازاي احيانا الناس بتقعد تشتم بعضها، واحيانا ازاي الناس بتستخدمه في حاجه ما تفيدش، في حاجه تاذي وتضر، انت استخدمته في حاجه مفيده وبادب. كنت بتشوف الصوره الوحشه الاولى اللي انا بقول عليها دي، ان الناس احيانا تشتم بعض و كنت بشوفها. عندك كام اخ يا مازن؟ اتنين. واشتغلت مع باباك في المهنه دي وسعيد بمهنه والدك، يعني انت حتى بتقول للناس انا هو ابويا سباك و تعالوا اعملوا شغل معاه.
ربنا يوفقك يا مازن. عايز اقول لك انت تفخر بابنك، كلمات طبعاً بسيطه بس اثرت في الناس جدا طبعا، ويعني واضح حتى هو ما بيتكلمش كتير، صامت عبر عن اللي جواه كده وقال لما ادعم ابويا بالشكل ده طبعا. يا جماعه دي صوره مضيئه، انا عايز اقول لكم حتى بعض التعليقات علشان يعني كان بعت لي استاذ خالد حتى تعليق بيقول لي انه لو عايزين نعلم الـ 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 الكبار اللي بيشتموا ابعت لهم اللي كتبوا الطفل، يعني شوف فعلا في كبار بيستخدموا التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل سيء مؤذي. شوفوا ازاي ده الناس انتبهت ولفت انتباهها، كلام مؤدب جدا وكلام واقعي وعملي. يعني هاخد منك تعليق اخير، مبسوط باللي عمله ابنك، لفتة بسيطة لكن بتحمل معاني كبيرة جدا، مبسوط بيه. انا فخور بيه، فخور بيه، ودي الهدية اللي ادهاني ربنا. ربنا يخليه لك، واحنا حتى تويتا تاني يا منشوره، واسمك تليفونك كمان اهو. يعني هم دعايه على الشاشه ان شاء الله خير، دعايه على الشاشه، لان الـ الـ النوايا الطيبه والكلام الطيب الجميل الحمد لله، والحس الانساني كمان لما يمتلكه طفل ببراءه الاطفال الحمد لله. يعني يا ليتنا نتعلم من مازن. بس بس انت كاتب ليه الاهلاوي؟ يعني ما خلاص ده كلام لكل المصريين بيحبوا الكوره، الكلام ده تحديدا استاهلاوي تحب الكوره. ربنا يوفقك يا مازن، وكمل بقى عشان تبقى شاطر وتبقى هي دي الخدمه اللي تقدمها. لا متميز في مدرسته يا فندم، متميز وقائد الفصل بتاعه ومشترك في الاذاعه المدرسيه في خلال الاسبوع الاول من المدرسه الحمد لله. طيب احنا قلنا ننهي الحلقة باللفتة الانسانية النقية اللي شفناها اللي كتبها مازن، لانه لقيت الناس بتتداولها. شوفوا اللي بيبني، يعني شوفوا الطفل ببراءته ونقائه، شوفوا بقى الكبار اللي بيشتموا ويلجأوا الى اطلاق الشائعات ويستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيما يؤذي، هو استخدمه فيما يدعم والده، كلمات بسيطة نقية لكن الناس حسوا بيها جدا وتداولوها، على اعتبار انه شوفوا ازاي الطفل كمان بيدعم الاب وبكلام مؤدب وبسيط. يا ريت نتعلم من مازن، لفتة انسانية جميلة بننهي بها الحلقة اليوم، وغدا ان شاء الله هنكون معاكم في حلقة جديدة هتشوفوا فيها اول تحقيق تلفزيوني عن تجارة الحيوانات المفترسة في مصر بعد أن التهم نمر طفلة العياط. قلنا إزاي هذه الحيوانات موجودة بهذا الشكل، طب فين قبضة الدولة؟ هو القانون بيقول إيه؟ هو مين بيبيع ويشتري بهذا الشكل في حيوانات مفترسة؟ إيه الضمانات؟ وجدنا عالما كبيرا اسمه بيزنس الحيوانات المفترسة للأسف الشديد يتحالف فيه الفساد مع غياب الضمير مع ضعف رقابة الدولة، وحيدخل فيه كمان جوانب هتشوفوها غدا إن شاء الله من خلال التحقيق التلفزيوني، معلومات في غاية الأهمية. وبعد غد هتكون معانا ميادة الحناوي، أمسية فنية في زمن القبح نحتاج إلى استعادة الجمال. ميادة الحناوي هتحكي لنا حكايات بتحكيها لأول مرة، كمان هتغني معانا الأغاني اللي كلنا بنغنيها. ميادة الحناوي يوم الثلاثاء هنبتدي معاها من الساعة 10 بس، هنكون معاكم في هذا اليوم الساعة 9 مساء على اعتبار ان في بعض الأحداث السياسية وفي مؤتمر شبابي مهم بيرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي متعلق بالشباب، هنقول لكم بعض الجوانب اللي فيه. يوم الثلاث بس هنكون معاكم الساعة 9 ومن الساعة 10 مساء هنبدأ مع ميادة الحناوي.
التلفزيوني، هو الأول من نوعه يتعلق ببزنس الحيوانات المفترسة في مصر. مصر مركز لتهريب الحيوانات البرية من أفريقيا. يا أستاذ زي بيطلعوا في الكافيهات بالأسود وفي البلاشات وفي البتاع. أي أسود في مصر من خلال عائلة الحلو. الدنيا كلها مليانة أسود عنده، ما يجروا يروحوا يشوفوهم بيبقوهم إزاي بيبقوهم على ده. ده عنده أسود وده عنده مش عارف نمور، طب جت منين دخلت مصر إزاي؟ الأسد بيتراوح سعره من 70 ل 80,000. كام السعر النهائي كام؟ والله بكلمة 35. 35؟ طب واللي لسه مولود ده؟ بيتاجروا عادي. مفيش حد بيراقبهم ولا حد بيتكلم ولا حد بيقول ده ممنوع. مصر تحولت لإيه؟ مركز للتجارة غير المشروعة بالظبط للحيوانات البرية بالظبط. هنا مفيش معايير، كانوا بيهربوهم من على طريق ليبيا بطريقة رهيبة. تهريب الأسود كان عن طريق غزة. النمر الأفريقي اللي التهم الطفلة في في منتهى الجرأة منتهى الوحشية. أفريقيا بيخافوا منه عن الأسد. بقى غضبان وبيرمي علينا حاجات اهو. شيل ال ليه كده؟ ليه 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 ليه؟ كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان انتظرونا متفينا الحنان متفينا الحنان. مفاجأة هذا الأسبوع بعد غياب طويل، الصوت الذي نعشقه. أنا المطربة الكبيرة ميادة الحناوي. تتحدث وتغني في سهرة فنية خاصة فقط وحصريا مع وائل الإبراشي في العاشرة مساءً.